اسمها الزيتونه وكانت حي دعاره مزبوط وهيدا شيء لازم نفتخر فيه. كان في حي دعاره هاي اند بالزيتونه مزبوط. كان في حي دعاره اخف اند اللي هو سوق النجارين اللي كانوا يسموه سوق تاني كمان مزبوط لم سوق شراميط j'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. شارل حايك مساء الخير. مساء النور. بونسوار شارل. انت استاذ تاريخ. نعم. كمان بذات الوقت انت هيد اوف هيريتج اند روتس اللي هي صفحه على انستغرام بعتقد من احلى الصفحات انا شايفها. شكرا. ما هيك مديا؟ انا كثير بحبها. بحس حالي بالتايم ماشين عم نرجع لورا وبنسردها معك. فنحن كثير مبسوطين انه جيت على سردي لنسردها لايف. وانا مبسوط كمان 100%. سو ثانكس فور كومينج. ويلكم تو سردي. شكرا. وكان بدي أسألك أنت كيف بلشت هذه الصفحة؟ بتعرف التاريخ عادة نكون بزهق بس أنت بتعمل لايفز بيداينو شي ساعة ساعة ونص. بلشت صدفة. كانت هديك السنة أول ما بلشت الأوضاع هي كتير غريبة مع اللوكداون وكوفيد كنت عم عمل بسيكلات وكان عم بحتفل لأنه مثل التلاميذ كنت انبسط بأي نهار فرصة وبتسكر المدرسة. فقررت روح بسيكلات صوب برج الفيدار برج لذيذ هيك قبل جبال. نزلت تسبحت وجاي لأطلع لأرجع على البيت انتزعت البيسيكلات. قررت لأنا وناطر السيارة لتجي تاخدني إنه رح أعمل فيديو عن هالبرج لأن بحب أخبار البرج وبالأخص في كتير مناطق بلبنان اسمهم برج شي برج شي من وراء هالأبراج. من بعد ما شفت إنه هيك صار في حبوة الناس قررت إنه هيك هيك نحن بلوك داون خليني أجرب سلي هالعالم بشي شوي جدي اللي هو التاريخ وبمقاربة بأبروتش مختلفة عن الطريقة اللي عادة كلبنانية نحكي مع التاريخ. كيف بتكون طريقة عادة بتكون شوي هيك؟ مثل ما قلت التاريخ بلبنان مثل ما بيدرسوه من المدارس هو بياخد أوسكار بالضجر بياخد أوسكار الضجر شيء معمول لما يخليك لا تفكر ولا يكون عندك اي ابروتش تحليل. ممنوع تحلل حفاظ وجا روح على الفحص وخد 20-20 بحطوا لك جومات هيك على شيء عظيم. ما بتسأل ولا سؤال. ما مفروض تسأل ولا سؤال. او الكارثة التانية اللي هي انه التاريخ بيكون مقدس لدرجة انه شخصيات هيك ضخمة مقدسة وبلبنان بسموه مقامات يعطون هيك تسمية ميتافيزيك ما بعود في الواحد يحكي عنهم او بتكون جدية لدرجة انه عم تحكي مع 1% من السكان. ففي غير طريقة. في طريقة لذيذة هيستوري از فن. هيستوري هو شغلة بقدر بنفس الوقت اتسلى حط كيس دخن واحكي عن مواضيع ممكن تفسر لي انا كيف عايش هلأ تفسر لي شوي كيف وصلت لهلأ وتعطيني شوي معلومات حلوة. في بس شغلة بدي بلش فيها. أنا صار لها فترة عم توجع لي راسي. أنا كنت عم بظهر مع بنت وأكسبات لبنانية عايشة بفرنسا سوبر نايس كيرل ذكية. هلأ تركنا أكيد بس آخر شيء كنا عم نحكي عن لبنان at some point قالت لي أنا ماني لبنانية معين أنا فينيقية. وآي هيك عملت بوز إنه عن شو عم تحكي وليش في عالم مش بس إنه من لحالة يعني صح في جزء كبير من اللبنانية عايشين برا او جوات لبنان نعم. بيعتبروا حالهم مش لبنانيين نعم. بس فينيقيه نعم او مش عرب ومش عرب مش عرب بس فينيقيه. ليه في جدل كتير كبير على الايدنتيتي بلبنان. نحن مين؟ هيدا سؤال الكل بيساله. نحن مين؟ مين اعدائنا؟ مين اصحابنا؟ شو الحل للمشكله؟ شو ما كانت الريزلت تبع الدي ان اي تيستس يعني حتى لو طلعنا 100% فينيقيه او 100% العرب رح تجي الكهرباء 24/24 او فجاه هلا اذا انا شارل الحايك قلبت اسمي لبعل شمار بن جوبلا صرت فينيقي رح تجي الكهرباء رح يكون عندي حقوقي احترام حقوقي هيدي كلها امور. او اذا قلبت اسمي هلا لاسم عربي تقليدي كمان في مسألة صراع ضخم على الهوية بلبنان عنده عدة جذور عنده عدة عوامل. من أهم العوامل أنه التاريخ بلبنان ما بيتم تدريسه بطريقة لتحرر العالم من هالسرديات. الفكرة الفينيقية هي فكرة كتير جديدة. إيه طبعا المنطقة هي بصلب الحضارة الفينيقية ولكن الحضارة الفينيقية هي بالأنتيكويتي يعني في 2000 سنة بيني وبينها وما في ولا بالتاريخ في فورس في قوة اسمها الكونتينويتي استمرارية
ما في أي شيء مستمر من الفينيقية لهلأ، لا بالأكل لا بالتقاليد ما في. فأجي أقول أنا فينيقي، حتى لو أنا عملت دي أن أي تيست طلعت قرابته لأحيران ملك جبال الفينيقي، ما عندي أي شيء بيربطني فيه. أنا حاليا بالوضع التاريخي أنا عربي، الثقافة بتحددها اللغة، بتحددها الكولتشر تبعك. أي كولتشر فينيقي؟ شو المدية بتكتب بالفينيقي مثلا؟ لا. أو هلا عم نحكي فينيقي، يعني هيدي أمور ظهرت وديبيو دي فانتيام شيكل، وقتها كانوا عم يجربوا يفكروا النخب المثقفة بالمنطقة. صح. هون شو بدنا نعمل بس تسقط السلطنة العثمانية؟ لوين بدنا نروح؟ أوكي. ناس قالوا منروح بنعمل شيء اسمه لبنان، ناس كتير كتير قليل طلعوا بفكرة ايه ما هو اللبنانية هن فينيقية وتجار ومدري شو، وناس قالوا لا المجموعة الأكبر هي اللي بتجمعنا بالمحيط هي العروبة، منروح للعروبة. وهالديناميكية هالديناميكس بين الثلاثة بعدهم كتير بريزنت لهلا. فالشغلة كتير صغيرة لأي حدا بيقول لك أنا فينيقي، لبنان profoundly anti-فينيقية. أوكي. أول شيء علاقتنا بالبحر كيف؟ سيئة. نحن دمرنا الشاطئ طبعاً، طب كيف نحن فينيقية وحركنا دينه لهذا الشاطئ؟ اثنين، نحن اقتصادنا ما منه تجار، نحن ما منه تجار، نحن هيدي الفكرة اللي بيحكونا فيها طبقة الحكمة نخترعنا الكوميرس وهيك تجار، نحن لا تجار ولا شيء. نحن سائبة بيروت صارت لأنه سكر مرفق حيفا وقناة السويس بظروف الحروب مع إسرائيل، إجت كل التجارة على هيدا المنطقة. لا بس ما خصوا بتاريخ، ما هيدا شيء طارئ، ظرف إقليمي. بلس لبنان طبيعة معظم سكانه هن ريفيين مزارعين، فينيقية على الساحل، غير أنه فينيقية ما أنا موجودة كبلد، ما كيف أنه عنده باسبور فينيقية. فكل أمور هي أنه مناخد طرف من التاريخ ومنركب عليه هوية طويلة عريضة. وحتى لو الـ DNA فينيقية، حتى لو طلع 100% فينيقية، it means absolutely nothing أني إجي أقول أنا فينيقية. كأنك عم تقول بيزانتن مثلا، كأني عم بقول أو بيساملوا كلبة تانية. أنا يعني أي هيستوريان هو بالنسبة له هذه كوميديا، نحن ليفنتاين مشرقية. ما فيك تكون ليفنتاين إذا ابن المنطقة. ليفنتاين لليفنتان هي تسمية أطلقت على الأجانب بقلب السلطنة العثمانية. أنت أجنبي بس تقول أنا ليفنتان، يعني عم تقول أنا أجنبي، يعني أنا مني من هالأرض. وليه بنحكي عن المنطقة لو سي لو ليفان؟ هيدا استعملوها بالأوروبية وسازيام وديستيام سيكل، وسموها لو ليفان أنه بتطلع الشمس. هل وما كانت معتمدة بالمنطقة، يعني أي حدا إذا بتروحي بتجيبي ستك تنقول من الدي ستيام سياكل أو جدك أو جدي، بتقوله أنت لوفانتين بتطلع فيك إنه عفواً شو يعني؟ هي دي تسمي وصارت كتير هيك على مود أيام الموندا فرنسي، لأن حلوة هي إنه هيك لوفانتين. إيه. بس ليه لوفانتين؟ مش إنه عربي يعني. إيه إنه إيه إنه إيه وقتها صار إنه كل شيء له علاقة بالعرب والعروبي هو يعطفوا وكل هالأمور عقد جزء بمدرسنا باللاوعي بمشيها هيك بمرق لنا إياها. هن مجموعة عيال تليان فرنسوية إجوا قعدوا باسطنبول بإزمير شوي ببيروت بالأخص بسكندرية وساهموا بتاريخ المنطقة، بس كان يطلق عليهم اسم لوفانتا أنه أنتوا منكم من هون، أنتوا جيتوا وقعدتوا باللوفان. بس ما في يقول انا ما في يكون لبناني او فلسطيني او سوري او اردني او تركي او مصري يقول انا لوفانتان. هيدي بيستعملوها من دون العوده لجوجل شو يعني قبل ما تستعملها. شو حلو خي هلا رح هلا انت لما بنحضر اللايف تبعولك يلي بتمد فيهم في اوقات بيكونوا ساعتين وبتحكي لحالك مع هالبايب يلي مع البايب. جبتها معك. نحن عنا الايكوس بس العلبة فاضية لانه ما بنعرف وين حطيتها. حيونيك يا حيونيك جيبها. انت لاحظنا انه بتفكفك هيك كل الميت تبعول لبنان يلي هو نحنا نعرف انه تاريخ لبنان بيخبر قصص رجال. مزبوط مزبوط رجال، ما فينا نقول نساء لانه ما كان كتير بيمروا النساء بأدوار معينة. ايه هيك مارت فلان او مرتو او ام او اخت، ما عندها غير ادوار بس عفوا عندها ثلاث ادوار والباقي التاريخ بيسميها غير اسم. وعندك حلقة عن فخر الدين، يعني بتحب كأنه بدك تزكزكهم كلهم هو الأشخاص يلي تاريخ لبنان واقف عليهم. مزبوط على رواية لوريسي ناسيونال، الرواية الوطنية. هلأ كل بلد بالعالم عنده مجموعة 100 فونداتور، أساطير تأسيسية هي كانت ضرورية بفترة من الفترات
وقتها كان روسيت وصفة إنشاء وطن سورتو أو 19 سيكل القرن التاسع عشر هي شيء اسمه الناسيوناليزم ناشناليزم القومية. شو بيقول لك هالفكرة القومية؟ إنه لتعمل بلد بدك تجمع أرض وحدة عليها شعب واحد عنده ثقافة وحدة وعنده هوية وحدة والأفضل يكون عنده دين واحد. هالفكرة جاي من أوروبا ما كانت موجودة هون لأنه من القصص الأساسية بتاريخ الشرق هي التعددية والمانجينج دايفيرسيتي. كل الدول اللي مرقت هون عكس وشي اللي بقوله بيزعج كتير بس نقول لهم إيه العثمانية كانوا excellent managers of diversity ولا كلنا مش موجودين هلأ هون. هيدي الفكرة على أساسها اجت بحاجة انت لبطل قومي. مين اللي عمل هالبلد؟ بالقرن التاسع عشر طلعوا بعض البروتو هيستوريانز بلبنان انه ايه هذا فخر الدين هو الاب المؤسس. طيب لفترة من الفترات هيدي الرسيبي مشيت بس فشلت اخر شيء. كان بدك ماسكوت يعني بدك اب بدك مؤسس بطل. بدك بطل ايه. بدك ذا هيرو. طب ضروري يكون عند هيرو يعني ما في يكون مثلا مؤسس البلد حدا اخترع لمبة. ضروري يكون قائد عسكري طويل عريض. الهدف هو شو؟ هل أساطير التاريخية جزء منها فيها discrepancies هائلة؟ الهيستوريان شغلته يفكفك الالمنتس اللي بعمولي منهم هالقصة. تعال اخذها. طب فخر الدين امير ولا لا؟ بجي بشوف اول شيء فخر الدين بحطه in context بأي اول شيء بجرب افهم ليه حواليه انعمل هيك he was depicted as the national hero. في سبب. طب مين هو فعليا؟ مين هو ذريه الفخر الدين behind the فخر الدين؟ هيدي هي القصه. هيز ا فيري انترستينج جاي على فكره يعني منه ما عم نقول زلمه منه موجود وما عمل شيء بس منه الاب المؤسس تبع لبنان فور ا فيري سمبل ريزن. ما في لبنان قبل 1920. شو ما نجرب نعمل قد ما نقدر هيك تو ستريتش اور الوجنز. ذير واز ذا ايديا اوف لبنان ان ذا سكند هاف اوف ذا 19th century بس ذير واز نو لبنان از an entity, a political entity. فبيجي بروح شوف العثمانية بالنسبة لهم مين هو فخر الدين. بيطلع فخر الدين is a very important سانجاك باي. سانجاك يعني sub province. باي مسؤول. His second title بيكون مير لواء. مسؤول عن اللواء. أمير منه لقب أرستقراطي بالشرق. رح يزعلوا منك أبدا. رح يزعلوا منك بيت إرسلين بيت لما وبيت شاب يعني. لا أمراء في الشرق كمل العالم بتعرف شو بهم بيت إرسلين بيت شاب أمراء في الهوية مكتوب ايه على الهوية مكتوب. هيدي شغلة غريبة عجيبة وجايبينها من الفرنسوية مش بيت الشرق. أبي لما كمان صح الأمير بأي دولة إسلامية شرقية بس نقول دولة إسلامية مش يعني اللي يروح فكرنا لبعيد هلأ لداعش وكذا. دولة إسلامية يعني أي دولة ظهرت بالفترة التاريخية بين القرن الثامن الويتيام سياك لسقوط السلطنة العثمانية. الأمير هو رتبة عسكرية جاية من فعل يأمر سلويكي كوماند هي هو كوماند إيه عنده سلطة إيه عنده نفوذ ومع النفوذ بيجي البرستيج. ولكن مش مثل البرانس البرنس بالغرب هو حدا بمجرد انه خلق بهالعائلة عنده أفضلية على غيره. لا هي رتبة إدارية. العثمانية فضلوا انه هالرتب الإدارية اوقات تبقى بنفس العيال هيك they are dealing with rural areas. ما رح يروح يوجع راسه كل مرة يعين مسؤول عنه. بضل in the same families and it was rarely dynastic as in انه it was dynastic بس انه الأمير بورت ابنه لا بعينه خيه. هل فكرة انه في امراء بلبنان وطبقة ارستقراطية هي جاية من انه بعض المستشرقين لزورينتاليست الفرنسوية عملوا كومباريزون بين هيدا السيستم والسيستم اللي عنده ياه اللي عندهم ياه ان الفيودال سيستم وما فاتوا بقلب الادارة العثمانية ما في ارستقراطية سو ما في شيوخة كمان طبعا هيدو يعني تنفهمها كيف خلص من فخر الدين ولا بعد لا بعد رح نرجع له رح نرجع له رح نرجع له من لقب تبعه أوكي. طب بياخذ هيدي بنسميها بالتاريخ ناراتيف سرديه اللي هي كيف فسر التاريخ مش كيف هو القصه. تاريخ هو ساينس ما في لا مشاعر ولا يمكن في ايفيدنس والافضل اذا بتجي الاركيولوجي بتساعده لان الاركيولوجي بتجي بتقول لك لا ما في شيء. اركيولوجي يعني كنت تصوروا التاريخ مثل ميلفاي دي طيب الملفاية يعني هيك سير انزل لير ولا لير تنقول انه فخر الدين اسس دولة اسمها لبنان. طب بروح بالاركيولوجي وبقدر اعمل اركيولوجي بالتكست غير انه
بالحجار. بالحجار بلاقي ايه، في قصر لفخر الدين، في بقايا معالم مونومنتس من فترة تبعه. بروح على التكست، طب بروح على البيوغرافر، the official biographer تبعه اسمه الخالدي الصفدي، ما بيذكر كلمة لبنان بكتاب ضخم عن حياته. طب كيف هذا أمير لبنان إذا هو ما استعمل كلمة لبنان بحياته؟ كيف؟ اثنين، لقبه، بنرجع كمان هون على المشايخ، في نظام بالسلطنة العثمانية اسمه نظام الالتزام. عم نحكي بـ pre-industrial empires، لا في تليفون، لا في انترنت، لا في كهرباء، واتساب، لا في كارا. هلا كهرباء في في الومينري من فترة طلع على الإعلام قالنا جدودنا بلا كهرباء فلازم نعيش بلا كهرباء. بتعرفوا هاللومينرز اللذيذين اللي بيستعملوا التاريخ ليبرروا سياستهم، هون هون كارثة. هاللومينري مثله مثل غيره، فهمين القصة كلها غلط. كيف دير امباير ضخمة انه السلطنة العثمانية، يعني to put it in context، يعني السلطان العثماني بيطلع بـ 14 بيقولوا يا نوسك انه قاعد فرساي انت، it's a global empire three stretching on three continents، بوقتها هي الاقوى. بس مثل مثل كل امباير ما فيك اليوم يبعت امر للاطراف، في شيء اسمه center اللي هي اسطنبول، شيء اسمه peripheries، نحن البيريفري المناطق اللي هي هلا لبنان وهون الشرق الاوسط البريفري، كيف بيديرها؟ بيستعمل نظام اسمه الالتزام، اسمه تاكس فارمينج، بيجي بشوف هو از ذا لوكال، زعيم قبيله، زعيم عيله، او حدا كتير معه مصاري، بيشتروا تاكس فارمينج، بيصير في بيدنج عليها، مين بيدفع اكثر بياخذها. فخر الدين هو والسليله تبعه كانوا من هالتاكس فارمرز تبع هالمنطقه، سو هي واز ذا تاكس فارمر. كيف بتمشي؟ كل سنه بيمضي كونترا اسمه عقد التزام، بينزل مثل الشاطر على المحكمة الشرعية مطرح ما فيه the official ممثل تبع السلطان اسمه الوالي، اوقات بيكون بصيدا، اوقات بيكون بطرابلس، اوقات بيكون بدمشق، بيمضي سنويا الكونترا. شو بيعمل بهذا الكونترا؟ عنده ثلاث وظائف، I collect taxes اللي هي بس نحكي عن هالأمراء والمشايخ، ما بدنا ننسى انه سكان هالمنطقة كانوا يدفعوا 90% من المدخول تبعهم لألون، يبقى لهم 10% ليعيشوا، بس تعرفوا المزري اللي كانوا عايشين فيها. بيحفظ الأمن وبيطبق القانون. طب هو he is the head of a local hierarchy لإدارة الضرائب، بده يعين ممثلين عنه ليلموا الضرائب بشيء اسمه نواحي، كلمة يعني province، sub provinces أو قضاء. وهون بيجوا المشايخ، هني بلمولوا الضرائب، هو بياخدهم وبيرجع بيعطيهم للوالي وبيرجع بيروحوا للسلطان. 90% من كل شيء عم بيعملوها المزارعين لإلهم. يعني هون بارنتيز صغيره، قد ايه بيحكوا بانه اوه جدود شو كانوا عايشين ايام بركه، they lived in misery. Misery it's of beyond bullshit. It's misery. بلس انه بده يشتغل بلاش، أو عند السلطة الدينية أو عند السلطة الإدارية. فهيدي القصة كلها أنه was he a prince بالwestern concept؟ لا. No. Is he the father of Lebanon؟ No. Is he someone who played a major role in the 17th century؟ Yes. هيك ننزل شوي وشوي، وهيدي شيء كتير ضروري أنه نبلش نفكفك هالسرديات هالناراتيز ونحطهم بالألمنتس تبعهم، لأنه إذا بدنا نضلنا الأسطورة جزء منها هي كذب، ما اسمها legend. ليه بدي ابني أنا كل تصوري البوزيشنينج تبعي على كذبة؟ هوية وطن مثل هوية وطن على كذبة. ليه بدي أقعد كذب؟ وين المشكلة إذا لبنان مش موجود من 7000 سنة أو من أيام فخر الدين وموجود بس من 1920؟ ما فيها برستيج. عيب. يعني هي عملية لها علاقة بالنضوج، بدنا ننضج بقى ونطلع بهالاساطير ونجي نقول ايه فخر الدين حدا كتير مهم بس ما انه باي لبنان، ومش ضروري يكون في باي لبنان. ليه ما عنده ام لبنان؟ ليه ما بيكون عنده ام مثلا؟ ايه مش باي الكل ضروري. ضروري هل ذا اوريجينال باي الكل، هل ابوه، نظره الابوه، هذا ما انه باي، هذا حدا، هذا مجرم، هذا اجرام. صار انه الطريقة اللي عم نحكي فيها عن الأبوة اللي موجودة كتير كتير بالتاريخ بالشرق، لشو بدي دايما بابا يعني بقدر يكون بس انه عم نكمل الزعمة مثل بي الطائفة تبعيتهم او الجروب تبعهم او حزب تبعهم بعدنا ايه عندهم درجة إليه بعدنا هيك ايه تطلع فيهم هيدي اشي جاي من انه السردية مقدسة،
عم بقول لك اوقات بيجيني يعني ما فيك تقرب عليه، ما فيك تقرب. طب شو له عليه، شو له دور ساعتها هالمتخصص بعلم التاريخ اذا ما بده يجي يقول لك يا اخي ممكن هالخبريه تكون كذبه، انه شو بيكون كذاب، بيكون دجال، هذا دجل. الاساتذه التاريخ ليه بيجوا بياكدوا هالسرديات؟ هن دجالين ومليان بلبنان هالدجل، نشوفه على وسائل الإعلام بيجوا بيحكوك، بتصير تطلع انه did you even study history، مرقت حد الميثودولوجي كيف بجيب المعلومة، ولا دورك بس تبخر الطبقة الحاكمة؟ مهزلة هيدي. هي شو في كمان شيء بعد لازم يتفكفك متعلق بهوية لبنان انت باعتقادك؟ في شغلتين أساسية. البلد صار عمره 100 سنة officially، نحن عمرنا 100 سنة سنة 1920. طب بدي فكفك شغلتين بشكل أساسي. أول شيء فكرته من وين جاي، اللي هي بحد نفسها سردية كاملة، وهل كل الألمنتس له علاقة بالناشنال ميث، يعني الفينيقية، المبدأ أنه لبنان هو ملجأ. خي ملجأ من مين؟ مين من مين هربان إذا لبنان هو ملجأ؟ وكيف ملجأ أنه جبلنا واطي ما أنه كتير عالي وبلس 9 أشهر بالسنة ما في تلج، فحيال هذا فيطلع عليه. هيدي الفكرة انه لا قعدوا بالجبال وما حدا اجا حولهم. هلا من يومين طلع احد هيك مش زعمة، لا زعمة ما بيحكوا كتير. هيدي السيستم ظابط لدرجة انه المناصرين تبعهم هن اللي بيبدعوا بهالامور. طلع احد المبدعين اللي كتير استعمل التاريخ بيردوا على احد السياسيين وحكي عن هذا الموضوع، انه لبنان عنده هويه معينه طائفيه وبحدا قدر فات على هيدا الجبل، وحكيها بالعربي المشبرح انه لبنان هو المسيحيه وقت اجوا. وقت لاحظوا الافعال اللي بيستعملوها السلبيه، اكيد اجوا الاسلام كيف مع كل الاسلام is the others على the انديجان، على سكان المنطقة المسيحيين، وطلعوا هالمسيحيين سكروا الجبل ما خلوا حدا يفوت. وكل تاريخ لبنان هو ديالكتيك، صراع بين حدا عم بجرب يحافظ على دولة انتيتي وحدا عم بجرب يكلها. أول شيء ما حدا اجى، من اللي اجت هي الديانة، يعني اجوا مبشرين بشروا سكان كانوا هون، إن كان بالنسبة لكل الكوميونيتيز بلبنان the bulk of their population هني هون، إجوا مبشرين أو بالمارونية أو بالتشيع أو بالدرزية أو بالسنية، إجوا من برا أو مش قصة يعني monks أو صوفي okay. وآخر كوميونيتي هيك صارت هن الجريك كاثوليكس، وقت صار في سكزم بال 18th century بالأرثوذكس كوميونيتي، وهربوا من مدن داخل السوري، مش لأنه من اضطهاد إسلامي، لأنه الروم اضطهدوا، لأنه كيف صرتوا كاثوليك، يعني عكس شو بيقولوا. وغير أنه we have beautiful historical story material بيحكونا أنه في متصوفين بالفترة المملوكية بالفترة العثمانية كانوا يطلعوا يقعدوا بالأديرة عند الرهبان ويصلوا صوا. في حدا هو ما كتير بحب الإعلام، بس أستاذ فادي بارودي. أستاذ فادي بارودي هو مؤسس جمعية الأبحاث الجوفية بلبنان. هذا حدا مش إنه passionate about history، he's defined by history. هذا زلمة ما بيعرفوا بلبنان، he's the one who discovered the Maronite mummies اللي هن بالمتحف وحافظ عليهم لفترة كتير كتير بفترة الحرب. هو تعهد بهذا الشيء. من الأمور اللي اكتشفها في نقش بأديار قاديشة عربي، أتيت إلى هذا الدير المبارك tracing back the story، هي صوفي اللي طلع قاعد بالدير. طب إذا هالحضة هالثقافتين هن بصيرة، طب ليش طلع يصلي وليه استقبلوا؟ فخبرية الصراع الأبدي بين المسلمين والمسيحيين بلبنان is a myth. وهيدي الميث بتخدم تطرف ما له مكان بقى بالقرن الواحد وعشرين، وما له مكان لبناء أي وطن. هو مسيح بس بتعزز الطائفيه وبتعزز الحيويه، بتعزز الطبقه الحاكمه، لانه انت when you have nothing to offer the citizen، لا كهرباء لا ماي لا تران لا ترامواي لا باركس لا حقوق انسان، you need to pose as the protector، and to pose as the protector you need an enemy، and who is the best producer of enemies؟ not historical narratives. 100% ونسينا فخر الدين. انا قاعده عم بتسمع وعم بشرب
كلماتك مثل ما بيقولوا بالفرنساوي. اف بنرجع اذا بدكم تحكي انت بليز على على قصه فخر الدين. قصه مهضومه هيك مثلا من القصص انه تبع فخر الدين. فخر الدين في فتره راح على توسكان. هلا التاريخ شو بيقول لك؟ نفي الى توسكان. يخي ما حدا نفي، هو هرب. اوكي نفي يعني انه اكزيل كلمه هيك ضخمه. نفي الى توسكان. هو شو عمل؟ هو العثمانية عينوه هون المنطقة 17th century. بناخد الخريطة there is no Lebanon. بدنا نتصالح مع هيدي الشغلة وما بدنا نعتبرها انه عم نكسر وعم نهدم وعم نقتل. في شيء جغرافيا اسمه لبنان وما كان حتى على كل لبنان الحالي، كان بس المناطق اللي هي شمال لبنان الحالية، البقية كانت regions، مش انه قصة independent، تابعة لولاية عثمانية. كان في ولاية اسمها ولاية دمشق وولاية اسمها ولاية طرابلس. مسيو فخر الدين عينوه سنة 1590 سنجق باي شوف، بلس المنطقة اللي التسمية الرسمية تبع سنجق باي بيروت صيدا، يعني المنطقة بين بيروت صيدا. هلا if you expand your سنجق بتطلع لك مصاري زيادة، تصير انت بتلم الضرائب. صار يلم ضرائب شوي وشوي بكسروان بجبال بالبترون. اوكي نصاب يعني، مش قصة نصاب. الشيء اللي عم بيعمله، الشيء اللي عم بيعمله منه فريد من نوعه. معظم الملتزمين بالسلطنة العثمانية هدول اللوكال جوفرنرز كانوا يعملوا هيك. السلطنة العثمانية ما عندها مشكلة لأنه it will make them weaker، يصيروا يتحاربوا ببعض. وتوسع على جبل عامل وعلى شقفة من فلسطين الحالية وشقفة من البقاع، بتزيد ضرائب. فيز 1 شافوا العثمانية انه لا حبيبي كتير توسعت، مش ما رح نسيح. عم بتخنا. بعتوا ميليتاري اكسبيديشن، هرب. هلا هلا ليه هرب على توسكانا؟ لان كان في علاقه تجاريه وسياسيه بيناتهم. التوسكانيه كان بهمهم يسقطوا السلطنه العثمانيه لان خسروا كتير بالتجاره وقتها هي اجت سيطرت على المنطقه، وقبلهم فينيز وجان. راح لهنيك قاعد، بس ما قاعد بس بتوسكانا، قاعد بسقليا كمان. الخبريه شو بتقول بلبنان؟ انه رجع وجاب معه الارميد. طب بدنا نهدى شوي، بدنا نروح للاركيولوجي. طب اذا جاب مسيو فخر الدين الارميد، ليه ما في ارميد بالديساتيام سياكل بلبنان؟ ليه فقط في ارميد من 1860 بطلوع؟ ما خصوا بالارميد فخر الدين؟ هيدي الخبريه قدام بيني هلا تافهه، هي خبريه من مقومات هيك باز السرديه الوطنيه، انه جابنا الارميد لارميد اوروبي، صرنا نحن اوروبيه ما عدنا شرقيه. بس ليه؟ لأنه شو السبب؟ السبب كتير كتير مربوط بالاستعمار وبالاستشراق. كولونياليزم وأورينتاليزم اثنيناتهم أثروا على الطريقة اللي نحن منشوف حالنا فيها. كولونياليزم والأورينتاليزم مبني على قاعدة الكولونياليزم، نحن انفيرير، نحن برابرة، والشبيب الأوروبية يا حرام the burden of the white man جاي يخلينا نصير متحضرين. الهيرو كومبلكس. إيه مش بس الهيرو كومبلكس، هني كومبلكس طويل عريض، إنه 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 هدول برابرة بس إحنا جايين نساعدهم. شكرا مرسي كتر خيركم. والتاني الأورينتاليزم، نحن إكزوتيك. خيل إحنا منا إكزوتيك. أول شيء نحن أقدم منكم بكتير. كبداية سائبت إنه آخر 100 سنة حظنا تعيس، عنا حروب لا متناهية، لسبب منه هو شوي تدخلكم المستمر والعاطل بالمنطقة. إذا بتحلوا بلا صغير، إذا بتحلوا عنا أنتوا هالغلاظة تبعكم، لغاتكم منحبها جزء من ثقافتنا بس مش هي هويتنا، لا من قريب ولا من بعيد، وشوي جزء كتير كبير من لغتكم عم ندرسها نحن، هيدا تشويس عاملينه لأنه منحب العلم. بس سردية الأورينتاليزم وقت كتبوا التاريخ حطونا هيك بكاز إنه كيوت، هيدولي مجموعة هيك الطوائف ضلوا يتخانقوا، هيدول ما بطيقوا بعض، هيدول ما بحبوا بعض، هيدول دايما هيك هيك شيء بصراع و بارباريانز. انه برابره سرديه البرابره. والتاريخ اللبناني كتير مأثر بكل شيء كتبوه هالمستشرقين. هلا جزء من المستشرقين كان مبشرين، ان كانوا يسوعيه او عذريه، اجوا اسسوا مدارس عندهم بوزيتيف امباكت هائل، بس كمان عندهم نيجاتيف امباكت، ومبشرين بروتستان كمان، يعني اللي أسسوا مدارس وجامعات اللي هلا هي القاعده تبع البوزيتيف امباكت. ما في جدال فيه، سوبر بوزيتيف، انفتاح على الحداثه، تعليم، انترودكشن اوف نيو كروبس بالزراعه، عراسه تكنولوجيا بالتكنولوجيا. بس
بس وين النيجاتيف؟ النيجاتيف اجا انه فصل مكون من المكونات تبع المجتمع هون عن محيطه الطبيعي. هن كانوا بيعتبروا هالحكيه مثل ما هي. المباشرين البروتستان او الكاثوليك كانوا يعتبروا انه المسيحيه ار كوربتد بالشرق لانه قاعدين مع مسلمين. يعني اذا بجي سنه 1860 باخذ طنوس وباخذ علي وباخذ محمد، ما بعرف مين طنوس مين علي مين محمد، ما كلهم بيلبسوا مثل بعض. ما في انه في كريشن فود او كريشن اركيتكتشر او مارونايت سيبريت ايدنتيتي او شيعه سيبريت. خي ما فيك تعرف منو شيعي منو السني منو الدرزي منو الماروني منو الارثوذكسي منو الكاثوليكي، مستحيل. مجموعه مزارعين they live in misery ضمن هذا نظام الالتزام، هن اعتبروا انه they need to create a separate space a pure space to reform هالمسيحيه. And this is a major component in what will later on emerge as the Lebanese idea, whether we like it or not. هيدي من الجذور طبعا. It's to create this separate space for these communities to be a vector of European influence. هلأ رح يزعلوا منك. هلأ زعل. كل الجزويت. زعل في زعل عنيف يعني. أوقات بيجيني بس. زعل كتير ناس. بعرف بيجيني بس جيت على إنستغرام إنه عندك هالقد هيت. هالسردية هالقد مقدسة، طب خليك فيها صدقها. أنا ما عم بجي أقول للعالم صدقوا اللي عم بقول، أو شي اللي عم بقوله هو مش دراساتي، هو دايما بقول مين اللي عملها. أنا بس بعرف شوي هيك أحكي عن ببليك خبرة صغيرة زي. فبدنا شوي نتطلع بتاريخنا بالعيون، بدنا نتطلع فيه من دون هالخوف. ليه هالخوف؟ مؤخرا كنت عم بحكي عن موضوع كتير حساس، هو كل مواضيع حساسة بالنهاية، أكيد أنجل. موضوع التاريخ الماروني اجاني بوزيتيف واجاني كتير نيجاتيف، واجاني بتعرفوا بلبنان كتير بحبوا يعطوا نصايح. اكيد اجاني نصيحه انه حتى لو الخبريه صح يفول نيونسي، خيال ليه بدي كذب؟ نحن مجموعه ادلتس عم نحكي عن موضوع بتجرد بموضوعيه. في اذا انا هيدي السرديه هذا الشيء اللي عم بقوله انا في كاونتر ناراتيف لقاله، أهلا وسهلا فينا نناقش. لا إجا نصايح أنه ما لازم نحكي هالأمور. ليه ما لازم؟ شو هو هالتابو اللي بيمنعني بال2021 من بعد ما أثبتت هالسردية فشلة الذريع؟ أول شيء بخلق هوية مشتركة، ما في هوية مشتركة بلبنان على أساس هيدي السردية بدها تخلق هوية مشتركة. طب إذا أنت بشركة اعتمدت استراتيجي أدت لأفلاش شركتك كفي فيها، هذا الشيء الموجود بلبنان مكفيين بهذه الاستراتيجي وأعطيناها هالبعد المقدس وما فينا نجيب سيرة. قدسوك بعدني أنا مدوخة يعني نيه لا نيات لميزك وحيت على نيات لميزك، لأنه مع هيك استاذ بفتكر نغرموا كلهم في بعض نغرم وفي بعض نكرهوا التاريخ، بفهموا التاريخ لأنه مثل ما بيتعلم بالمدرسة معمول لينكره، بالأخص بصف التروزيام وبالترمينال. Who gives a fuck إذا أنا حافظ أسباب الحرب العالمية الأولى ولا لا؟ شو إلى طعمة إذا حفظت الأسباب إذا ما بعرف حللهم يعني؟ وبعضهم مصرين يخلوها البروغرام والأسئلة يعني بيلاعوا النفس. في أغلاط بكتب التاريخ إذا 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 اللي عم يسمعونا هلا بياخدوا أي كتاب تاريخ، إذا عنا حدا من التلاميذ أو الأهالي عم يسمعونا ياخدوا كتاب تاريخ ترازيام أو ترمينال من كل الميزون ديديسيون بلبنان، يفتحوا بيكتشفوا إنه الاتحاد السوفيتي شارك كمقاتل بالحرب العالمية الأولى. حرب هيك روعة. هلا 1917 إيه في الثورة البولشيفية إيه. بس ما في مش حرب ما في اتحاد سوفيتي أو الاتحاد السوفيتي ماضي على سايكس بيكو كمان. لا نعم نعم هذه احنا شو فهمنا بالتاريخ واللي شو هون الشيء الخطير لنعرف انه بلبنان الواسطة هي دايما اللي بتمشي. تطلع مين كاتب وبتعلق هيك ليست 9-10 دكاترة بي اتش دي هولدرز. طب شو هالبي اتش دي هولدر اللي مش عارف انه سايكس بيكو ما فيها غير انه سايكس بيكو ما اسمها سايكس بيكو، اسمها ايجيا ماينر اجريمنت ما اسمها سايكس بيكو، نحن بنسميها سايكس بيكو، وغير انه ما لها علاقة بالمنطقة. هي حددت تقسيم نفوذ بس المنطقة الحدود تبعها هلا they have zero relation with سايكس بيكو. there's a magnificent book by دكتور فواز طرابلسي اسمه سايكس بيكو beyond the lines، ما وراء جاي عم بيقول له زلمة يا خي مش سايكس بيكو اللي عملت الحدود. منعلم الأولاد منعلمهم conspiracy theory ايه وما منعلمهم من 46 وطالع لشو
We lived happily ever after. ولو إيه سي فريمون ان كونت دو في. من بعد الجلاء صار في ايفاكويشن للفورين تروبس. طب مين هن هالفورين تروبس؟ تعرفوا انه كان في ماوري فايترز بلبنان؟ اتس بيوتيفل. سيريسلي 1941 نحن وي ور بريفلي بالحرب العالميه الثانيه بريفلي اندر شيء اسمه فيشي, يعني الفرنسيين اللي مشوا مع النازيه. اوكي يعني وي ور كايند اوف اندر نازي هيك لذيذ انه إيه حدا فاشي وبيعتبرك انك انت تحت الحيوانات مش حتى وين يعني تزل على الكلمه بس وغير انه هتلر محبوب بالمنطقه هون. خي هتلر كان يعتبرنا مصروف اكسجين فكيف بتحبوه. على كل حال قرروا البريتش هن كانوا بحالهم عم بيقاتلوا مع المسيو دو جول والفري فرنش انه لا المنطقه سوبر استراتيجيك هون, نحن قراب على سويس وبلس في البترول بالعراق. اجوا عملوا كامبين لا يكحتوا في شيء من لبنان وسوريا اسمها اوبريشن اكسبورتر. طب وي نيد تروبس, جابوا اسرائيليه وهنود وماوري. الامباكت اللي على لبنان هو سوبر بوزيتيف لانه الفرنسويه قديه الايمج تبع الفرنسويه بوزيتيف بلبنان, جزء كتير كبير من الانتداب الفرنسي ولا ما عملوا شيء؟ ما عملوا شيء ولا من قليل كتير المشاريع الاقتصاديه اللي انعملت ايام الانتداب الفرنسي. اجوا انه تأس حلو واو ايه يو هاف ا نايس سيتي. هل بقيوا هيدول البريتش تروبس من 1941 ل 1946 هن عملوا خط السكه الحديد الساحلي ايش صوره هن they were the first to start ski بلبنان وكثير امور برمت. They are completely absent من السرديه ما بنجيب سيرته. طب ليه ما بخبر التلاميذ انه لبنان صار فيه معارك ضمن معارك الحرب العالمية الثانية, معركة الدمور, معركة مرجعيون, معركة جزين, ميجر باتلز, وجيب سيرتها. وسقطت بيروت هيك بهيدا الطون. بيرجع بعد 46 بفلوا هالشبيبة ان وي ليفد هابلي ايفر افتر, ما صار شيء. حرب الاخرين على ارضنا لا, ها نحن هيدي نحن من اهم اسباب الحرب اللبنانية هي الفشل الذريع بإدارة موارد لبنان بالفترة اللي كان عم بيفوت كتير مصاري بلبنان. يعني وقت يحكوا اللبنانية عن العصر الذهبي تبع لبنان وها كتير الجولدن ايج, شو بيفرجونا؟ سان جورج, كازينو لبنان, كازينو لبنان, أشرفية, حمراء, مراكز الاستياف. طب هيدول مين هني؟ هيدول برجوة, هيدول انكترت 5% من البلد والبقية وين صوتهم؟ صار في طبقة وسطى إلى كتير دور بالخمسينات والستينات وتوسعت, وهذا الشيء كان شيء فريد من نوعه بالعالم العربي. بس أغلبية الصاحقة من اللبنانيين ومن اللاجئين لقديم لبنان كانوا عايشين مزري. مش هيك كمان ما بنحكي عن مجاعة 1916 100% ما بنرجع منذكرها وهي exactly هي example للسردية كيف بتعلم الكذب. شو منعرف عن المجاعة؟ ماشي, نعرف انه صار في مجاعة ووقفت. شو صار بالضبط؟ منعرف انه بتاع بلبنان مبدأ الجوع عيب بلبنان, غير انه في السيكرد والمتجر والسوبر سيريس صار في مضيع عيب في التابو. سكشواليتي استابو, ريليجن استابو, الجوع استابو, سوشيال. لبنان والمنطقة كلها خسرت 40% من سكانها, شيء هائل. يعني شيء مفروض يكون بالتاريخ موجود هيك كل صفحتين تذكر انه خسرنا. في تو ناراتيفز حول الحدث, وي بليم ذا اوتومنز اور وي بليم نيتشر, العثمانيه او الطبيعه. ايه الحق على العثمانيه. وبتعرف وين يو بيكم ذا فيكتيم انت شلت المسؤوليه عنك. اه نحن ما عملنا شيء, نحن فيكتيمز, اجوا قتلونا الجميع. سرديه انه الحق على العثمانيه هي سرديه كتير عم تقوى حاليا مع لبنان. ما بعرف إذا أنا الوحيد اللي عم لاحظ في تطرف هائل حاليا طائفي بخوف. مش معقول بخوف وكيف عم بيتم تجيش ولا ربط, وبالأخص أنه ضحايا المجاعة مسيحيين. غلط, ضحايا المجاعة هن من كل طوائف. شو صار بجبل لبنان بالفترة العثمانية بآخر فترة من 1860 ل 1918 كان شيء اسمه متصرفية, يعني sub Ottoman province عند نوعا ما أوتونومي, نوعا ما أوتونومي ضمن السلطنة العثمانية. كل اقتصادها مربوط بمدينة ليون,
اللي هي من أهم مراكز التكستايل اندستري بأوروبا. شو بتعمل؟ شو بدها من المتصرف؟ هي بدها حرير. معظم سكان المتصرفية بالأخص النساء بيشتغلوا ب working conditions يعني beyond hell. لا يصدروا cheap raw silk لشبيبة اليوم يطلعوا كتير مصاري. كنت عم تحكي أنه بيشتغلوا بالأمونيوم صح؟ لا يقدروا، مش أمونيوم، في أمونياك بعتقد، لأنه الكوكونز ماشي هو حدث محوري بتاريخ، بس ما نجيب سيرته وما صار شيء. لا بيروت بعدها منيحة تمرق هلأ، يعني أمنيزيا هاي الأوفيشال أمنيزيا اللي بعدها موجودة. على كل حال هلأ بخبركم ندفع عن الكنديشنز تبع الورك. في كتير ما عاد ما بقى تلاقي شغل، فلو من هون جاي الدياسبورا الهائلة اللي بلبنان. صار 1914 بلشت الحرب العالمية الأولى، كل اقتصاد جبل لبنان مبني على شغلتين ما خصهم بلبنان، بده يبيع سلك لليوم وبده ينطر المصاري اللي تجي من الدياسبورا. طب حرب، هو الباي سلك بالحرب ما حدا. اثنين اجوا الشبيب الانجليزية، they had the biggest fleet، سكروا كل مرافق السلطنة العثمانية، nothing goes in nothing goes out. طب what's going in and out؟ الحرير تبع جبل لبنان والريميتنسز تبع الدياسبورا. ليش هالفاكتورز مهمين؟ تعامل الحرير، انا بحاجه لازرع اي شجره، بدي شجره التوت. ليه؟ لانه دوده الاز ما بتاكل غير ورق توت. طيب انت بمنطقه جبليه ما عندك كتير اراضي زراعيه، 40% من هالمناطق صارت مزروعه شجر توت. انا I cannot survive on eating mulberry. فاجا at the expense of what of growing your cereals. بالنظام الغذائي الشرقي شو الباز؟ قمح، زيت زيتون، ما بقى مش موجودين بقى هاب جبل لبنان. وكانوا هالمصاري اللي بيجوا من الحرير ومن الدياسبورا ريميتنسز يشتروا فيهم القمحات. زيادة في قمح، بس هو سيلينج ذا قمح؟ A small clique of traders and merchants ببيروت وبجبل لبنان عملوا speculation هائلة، علوا الأسعار بين 50 و 150%. مسألة المجاعة بلبنان هي مش انه اجوا العثمانية واخدوا، ما اجوا العثمانية they impose شيء اسمه صفر بارليك، يعني حالة الحرب. ايه اخدوا امحات، بس ما اخدوا الامحات، مش فاتوا على كل بيت واخدوا القمح. السبب الاساسي ما كان انه ما في اكل، ما في قمح، ما بقى يقدروا يشتروا الامحات، لانه local corrupt traders اللي جزء منهم بعضهم عيالهم بعدها موجودة لهلأ وبعدها بالسلطة ضبل، نعم، احتكروا عملوا مونوبول على الأمحات. plus there is another factor اللي ما حدا بيحكي عنه، both French and British refused a relief mission. في شيء اسمه near eastern relief. في شيء اسمه near eastern relief، هيدي الريليف هي مثل الصليب الأحمر الأمريكاني. صليب الأحمر الأمريكاني اللي موجودين بالأيوبية، جماعة بقولوا جماعة بموتوا من الجوع، خلينا نبعث لهم قمح، خلينا نبعث لهم قمح. ضغطت الولايات المتحدة على فرنسا وبريطانيا انه الحصار اللي انتوا عاملينه خلوا يتمرق سفينة طعمون. رفضوا. ليه؟ اعتبروا انه اي سكان لمنطقة جوعانين رح يقبلوا اي مشروع سياسي من اي سلطة بتجي بتخلصهم من الجوع. اوف. واعتبروا انه هيدا الشيء رح يساعدهم بفرض المشروع الكولونيالي. ما بتذكرك سياسة التجويع. منحط الحق على مين؟ على العثمانية. ايه العثمانية فشلوا بإدارة الأزمة. As simple as that. 100 سنة من بعد إيه؟ هلأ زيت الشيء إيه؟ فشلوا بإدارة الأزمة، لأنه أنت بس يكون عندك أزمة أكل موارد غذائية بدك سلطة مركزية تجي طلقت هيدي التجار تكبهم بالحبس وهي تعمل السعر وتوزع. ما عملت السلطنة العثمانية، ولأنه السلطنة العثمانية بفترة حرب أكيد رح يصير الأولوية للعسكر ما للمدنيين، ولكن كل هالعناصر شو خلت منها السردية بلبنان؟ العثمانية قرروا يقتلوا اللبنانية وبالأخص المسيحية، لأنه ما بدنا نحط الحق على فرنسا وما بدنا نحط الحق على أنه اللبنانية قتلوا اللبنانية، وبالأخص أنه هيدي السردية تركبت بعد 1920 وقتها صار في وطن جديد، فمش كتير حلوة بالسردية أنه اللبنانية كانوا سبب موت اللبنانية. هذا الشيء بتزعزع الوطنية. اللبنانية قتلوا اللبنانية، حان الوقت أنه نطلع بقى بهيدي الخبرية مثل ما هي، وحاج بقى نحط الحق على العثمانية. الحق على العثمانية كمان، بس بشكل خاص على التجار المحليين والمصادر المحلية اللي بتحكي عن المجاعة قليل كتير اللي اشتغل عليها، اللي انشغل عليها واللي بتحكي
شوف العيال بعد لهلا كنت عم تحكي عن نموذج علي وطنوس وبول، ما فيك تعرف بيناتهم مين من اي طائفه، ومن الاخر هن بيزرعوا. في عنا بيقولوا انه في لبنانيه شعر عيونهم زرق، في لبنانيه سمر وغامقين مثل المدى مثلا. ما بعرف اذا هيدي فيها اسطوره، ما بعرف اذا انت بدك تبرر انه اذا هيدي القصه مزبوطه ولا لا، بس في عنا بتقول انه بجنوب وبمحلات معينه اجوا الكروسيدرز الصليبيين واختلطوا مع السكان تبعوا لهيدي المدينه، عشان هيك عيونهم زرق وشقر. هذا شيء صح ولا بلشت؟ هيدا شيء بلشت. من الآخر. بس خلينا نفسر من وين جاي. أول شيء هيدي نظرة جاي من الاستشراق، أورينتاليزم. أورينتاليزم بيقول لك إنه هي نحن الأوروبية شقر وفايكينجز ومترين ونص كل واحد منا، ولسوينا شقر عيونهم زرق حلين، وأنتوا بشعين سمر أو حنطية. يا جماعة ايه بالفترة تبع الكروزيد رول كان في نوع من سمول هيك مجموعات صغيرة سكانية جاية من اوروبا الغربية وسكنت بالمنطقة، وفي منهم جوزوا سكان المنطقة واسمهم بالمصادر لبولا، وكانوا ينظروا للصليبية انه انتو نصكن من سكان المنطقة يعني ما بتسوا. الدي ان اي تيست ايه بينت انه في شيء كتير بسيط من هذا الامر، بس الشقار وعيون الزرق موجود بشرق قبل وين ما كان، يعني وين ما كان هيدي شغله منا انه يعني ما فيني اقول انا انه لا من الفرنسيوية هيدي كانت سرديه، هيدي لانه هي سرديه بنفس الوقت عرقيه عم تعطيك انه انا اوروبي، انا نخبوية يا بربري يا شرقي يا اسمر نخبويه، وكتير كانت موجوده بالقرن التاسع عشر وبالقرن العشرين بالفتره الانتداب الفرنسي، انه العيال اللي كانوا شقر وعيونهم زرق انه ايه نحن الاوروبي. العنصر الاوروبي كتير قليل، يعني باخر اواخر دي ان اي تيست، يعني دي ان اي تيست ار بيوتيفول اميزنج، بس انه تو يوز نستعمله ونسخره لخدمه مصالح سياسيه شيء مخيف. فقبل ما يعملوا مصالح عنصريه كمان عنصريه هي عنصر قبل ما يعملوا انه ايه انتم هون الشقر انتم منا وفينا اوروبيه والباقي ما بتسوتوا سمر خلص، لانه بنحب يكون عندنا علاقه مع برا. ايه يعني نرجع عندنا هويه مشتركه. ايه لانه بنحب نذكر انه نحن اذا شقر وعيوننا زرق وهيك ما خصنا بالعرب، بنرجع على ذات الناراتيف مثل ما عم بتقول. المشكله الاساسيه هي رفض العروبه. ايه بس ليه بدهم يرفضوا العروبة؟ بعتقد لانه خسرنا كثير معارك نوعا ما كشعب. ما ننسى القومية العربية هي مهزومة، يعني عم نحكي اي حدا بيبحث بالتاريخ بالنسبة له منهم امور مقدسة بيخدها مثل ما هي. اول شيء وين ظهرت العروبة؟ وين طلعت هالفكرة القومية العربية؟ القومية العربية اللي بلشت بالقرن التاسع عشر وتحولت لنهضة عربية لسبب من الأسباب تحولت لديكتاتوريات عسكرية، أولا مع عبد الناصر. هالديكتاتوريات العسكرية قتلت النهضة العربية، قتلت الفكر الثقافي. يعني بس نقرأ النهضة رينيسانس العربية بتشوفها جماعة عم بيحكوا ووف، عم بيحكوا بتعليم ببلاش، تعليم للنساء للكل، عم بيحكوا بمساواة تامة وشاملة. بيجي ديكتاتورية في قمع للصحافة، في قمع للفكر، وبلس الديكتاتوريات العسكرية اللي كانت قومية عربية انهزمت 3 مرات قدام إسرائيل جرصة. يعني هي بنيت كل سرديتها على تدمير العدو. طب انت ما قدرت تدمر العدو، العدو دمرك 3 مرات، خلصت هيدي الفكرة. بلبنان بتزيد عنصر من وراء تأثير هالاستشراق، وكمان في عنصر تاني لوكل، هي انه هول اللبنانية اتليست من سنة 1860 تبع الجبل عندهم حكم ذاتي، كان بفضلوا انه ما ينضموا لأي مجموعة تانية لما يخسروا الحكم الذاتي. جمعهم كلهم ببعض، زيد عليهم طريقة البدائية لتعليم اللغة العربية، لغة من اجمل لغات العالم. قليلة ما منعلم ولادنا شعر مثل الخلق، ليه ما منعلم محمود درويش؟ ليه ما منعلم الشعر الحديث؟ ليه المقاربة للشعر هي ليه ما منعلم شعر اللي هو profoundly sexual؟ وين المشكلة؟ لا عيب نحن ما بنحكي عن الموضوع هذا. طب وبصير وطوا صوته هيك شو ليه كيف بدك تخلي يعرف انه هيدول كانوا pioneers بالامور؟ بجمعهم هو بيطلع لك ايه شيء بشع العربي. حاليا القومية العربية فكرة بائدة ميتة مثل 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 غيرها وغير القوميات، بس الثقافة العربية لا موجودة وحية وفيها ترجع عن جديد
عندك كل العناصر لتكون حديثة وعندها مكانة بالعالم مثل غيرها. ما في شيء بيمنع اللغة العربية تكون لغة عالمية. بس عندي سؤال بجمال عبد الناصر، إذا بيعرف أن الثقافة من أكبر القوات اللي فيه يكون عندك يون كشعب، ليه بده يدمر هيك شيء؟ ديكتاتور بخاف من الشعب. كل ديكتاتورية، كل حكم عسكري هو بيعيش على حالة خوف من الفكر الحر دائم. أيوة، ما فيك توحد كل البلدان العربية إذا ما في. بالإضافة إنه أنت سلطتك غير شرعية. عبد الناصر وصل بانقلاب على الملك، مش عم نقول الملك هو كان يابا أفضل حاكم، سوى سلطة بجت بي بلعب بقوة العسكر. طب كيف أنت بدك تفرض سلطتك؟ بدك تشيل كل المعارضين لألك، وبالأخص اللي بيعارضك بسياستك العسكرية وكيف بتدير البلد. عبد الناصر قتل شو كانت مصر. هذه شغلة بيكرهوني عليها بس أقولها، قد ما بيكرهوني الموارنة بس قالوا أنتم منكم مرادة وما كنتوا تقتلوا المسلمين وما عندكم دولة لألكم جبلين، بس أنتم عنصر محدث أساسي بالحضارة العربية وقدرتوا تحولتوا من مجموعة ريفية لمجموعة عند ديناميكية هائلة، يعني القوة تبعكم غير محل مما بتحطوها. قتل التعددية بمصر، ومن أهم أسباب ليه مصر ما عادت أم الدنيا. أم الدنيا، أنا مغروم بمصر. القاهرة بالنسبة لي هي لازم تكون نيويورك تبع الشرق، صح، فيها كل العناصر. ليه القاهرة مدينة هالقد حزينة؟ غير انها جميلة بشكل، بس جميلة، مدينة جميلة ولكن حزينة. هي مثل امرأة كتير جميلة لكن عايشة بالتعتير. هالقاهرة في عندك كل مقومات تكون مدينة خلق فكري. اي فكرة اجت من العالم العربي باخر 50 سنة؟ شو مساهمتنا بالحضارة البشرية باخر 50 سنة؟ صفر. واو. من وراء ديكتاتوريات العسكرية اللي صارت هي the norm، الحالة السائدة بالعالم العربي. وهالديكتاتوريات اللي ربحتنا جميلة انه هي عم تقتل اسرائيل، تم فشلته التاريخ رح يقول انتو فاشلين بالحرب ضد العدو. طب بدنا نغير. سو حشتة مرجل وخلينا. حشتة مرجل، مش عم تقدر تربح وهو العدو. هيدي شغلة اسرائيل هي العدو تبعنا. هيدي شغلة حتى ما بدها نقاش. يعني بيضحكوني بعض اللبنانيين اللي بصيروا يقولوا ايه انه على اساس الاسرائيلية هيك جمعية خيرية، يعني بدهم يفتحوا علينا ونحبهم. لا، هن العدو. انا كشارل حايك بالتاريخ هن اعدائنا على جميع الاصعدة. ما عندي اي فكرة، ما عندي اي هيك حزن اذا بتروح اسرائيل. ما هالارض للفلسطينيين، انتهى الموضوع. ما في جدل انه ايه كان في يهود قبل. شو هالمهزلة؟ شو هالمهزلة؟ انا اجي روح اقول هالارض اعطينيها الله. شو هالمهزلة؟ اسرائيل كلها مبنية على سردية خاطئة لقراءة التاريخ. مش ارضكم ولا انتم من المنطقة، والحمص مش لقلكم. هاي ولا الفلافل ماشي لقلكم، الفلافل اقدم منكم يا جماعة. هيدي شغلة كمان بالعالم العربي، ما عم نعرف ان قاتل الاسرائيلية بالثقافة. هلا وندر وومن قال قدو اللي هي اسرائيلية، سو هلا يعني ذا وندر وومن ذا نموذج اوف ا وومن اسرائيلية. مش منطق، مش منطق. ادي اول شيء، ما عندنا الجميع عنده مراكز دراسات عنا اكثر من احنا عنا مراكز دراسات عنهم. اعرف عدوك. اثنين، ليه عم بياخذوا لنا اكلنا؟ ما عم بيطلع حدا يجرب يقول وين ما بتروح خمس اسمه حمص اول شيء. والحبه اقدم منك يا اسرائيل، حبه الحمص اقدم منك. وهلا غير 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 هيدي الامور، كيف دوله عمرها من 48 هي اكله عمرها الاف السنين مذكوره بنصوص من ايام جلجامش هي لألم. كمان بدنا نعرف كيف نواجه ونجرب نلاقي مكانتنا بالعالم. والاكل فيه يكون طريقه لنفوت. نحن اكلنا رائع ومعروف بالعالم كله، مش بس معروف بالعالم، محبوب. كله محبوب في ركب تاريخي من الاكل. هيدا الحمص، انا ما عم بحكي انه واو الحمص هيدا اللي بيضحكوني بالغرب بيقولون اتس ادب. لا حبيبي، اتس نوت ادب، اتس ديش. في فرق، وما بناكله مع بيتا بريد، بناكله مع فلات بريد. في فرق اسمه خبز. فهول امور كتير اساسيه. ليه انا ممكن تبين موضوع الحمص انه تافه؟ لا، بس هيدا عنصر مكون للارث الثقافي تبعك، للهيريتج تبعك. الهيريتج تبعك منه معمول من مجموعه ابطال وحروب وانجازات، هو هالقصص الصغيره اللي بتركبها وبس بتصير تعطيك هيك هويه. هذا الحمص مذكور عند جلجامش. يعني شو جلجامش؟ اقدم قصه مكتوبه بالعالم، نحكي 3000 سنه قبل المسيح.
والرسبي الحالية تبعه هي بين دمشق وبيروت، طلعت وقت المدينتين عم يتحقق بالقرن التاسع عشر والثامن عشر، التاسع عشر عفوا، عم بتصير بيروت مدينة تجارية مهمة، بدي فاست فود، بدي فاست فود سريع، في الحمص بطحيني موجود، بس هيدي الطريقة اللي بيبرمها بالصحن وبيحطها هيدي اختراع بيروتي. طب بدي قوم حيربه لهالإسرائيلي عم جي إلي هذا الحمص لإلي، ما لإلك، لإلي معنا ساكتين ما بنحكي، نقعد نحكي بطولات وهمية و... طب غير الحمص شو في شي كمان من الأكل في في شغلة كتير مهضومة، المغلي، ليه بنعمل مغلي بس يخلق حدا، حدا شي مرة يعني أنا أو بنوال أو بنوال أو على الميلاد. أنا بحب استعمل دايما، كنت أعلم صوف الصغار كنت دايما استعمل الأكل لأفسر بعض الأمور. أول شيء الأكل عم تاكل بتدغري بتعمل لينك بينك وين. المغلي هو شيء موجود بكل الشرق الأوسط ومربوط دايما بالأحداث الفرحة. أول شيء المغلي كان بيكلف كتير كتير غالي، هات لنفكفك مكوناته ونشو معمول المغلي. رز ايه وبهارات، وبهارات الكراوية، بهارات منين تجي؟ من الهند، من اندونيسيا. بيروت كانت من اهم مراكز بيع البهارات بالقرون الوسطى، والرز كان ينزرع رز شوي بالمنطقة بالاخص بالعراق، ولكن رز بقي كتير غالي للقرن العشرين. يعني انت اذا اجيك صبي ما كانوا كتير يحتفلوا إذا إجاهم بلي بعد لهلا، كتير ناس ما بيحتفلوا. إذا إجاك الصبي تنقول أنت قاعد بشوف بدك تعمل مغلي، أول شيء ما في لا رز ولا بهار بسوق الضيعة، بدك تنزل على بيروت أو على صيدا أو بدك تروح على طرابلس، تروح على سوق اسمه سوق لبزورية. الأسواق بالمدن القديمة مقسمة بحسب شو بتبيع، مظبوط، شيء رائع. بتشتري الرز اللي كتير غالي وبتشتري هالكراوية، وعملية أنك عم تعطي المغلي اللي فيها كمان عنصر كتير أساسي كتير غالي، سكر، سكر كان سوبر غالي. انت عم بتفرج قدي مبسوط وقدي عم تعمل ساكريفايس لمصرياتك لا تفرج. شو بتزيد عليه بعد عنصر؟ لوبات وجوز الهند وأغلى أنواع اللوبات سنوبر. سنوبر هلا خلاص ماشي، هي عملية عم بقول أنا مبسوط لدرجة أني مستعد فلس بس يقبرني الصديق. لما حدا بيتجوز بيكبوا رز عليهم. كمان طبقة الغنية، الرز بالنسبة لها كان شيء يعني كل شيء بناكل هلا محاشي، كانوا ينحشوا ببرغل للفقراء وبرز للأغنياء. صح، بس الأغنياء يكبوا رز، أو شيء كانوا يوزعوا رز على المعزين. ثانيا بس يكب رز عم بيقولوا إنه أنا معي مصاري لدرجة إني ما نسألين، وبقيت العادة وصارت مرتبطة بالخير وبالبركة وبالخصوبة وبالازدهار وبيكبوا رز. بس هي فعليا عم بيكب رز ليقول أنا مش فارقة معي، أنا معي مصاري كفاية لكبرز. مثل هلا لما بيرشوا شامباني الناس وما بيشربوا. لما تشوفوا اللي بالفاتيات أنا اشتريت عنينة متانك تو إمبرس، نفس الشيء كان يصير. بس نحن بالأكل عنا كتير يخنات، واليخنات إن بيستان رز كانوا برغل. كانوا برغل. بدك تمحي الرز من كل شيء تحط محله برغل. أوكي. كل شيء بكل شيء. بلشوا يعني. الرز هو منه من المنطقة، ووقت إجا على المنطقة بالفترة العباسية يعني. كتير من العناصر الأساسية بأكلنا جاي من الفترة العباسية، يعني بنحكي global empire، إمبراطورية عالمية عم بتجيب products من برا وتخلطهم، جزء كتير من الحلو تبعنا من الفترة العباسية. كيف نعرف هذا الشيء؟ الحضارة العباسية هي وعم بتموت، عادة هي وعم بتموت الحضارة بيكون في حدا بده يجرب هيك يكتب ليخلي. في مجموعة كتاب بالقرن الثالث عشر ببغداد قرروا يكتبوا ريسيبيز شو كانوا ياكلوا ببغداد بالفترة العباسية، وكلهم عندهم تقريبا نفس التايتل، اسمه كتاب الطبيخ. هذا الكتاب هو مصدر تاريخي رائع، رائع على two levels. على أول شيء مستوى أنا بقدر روح بريسيبيز 700 سنة لورا، شيء هائل، بلاقي القطايف، بلاقي شيء بيشبه البقلاوة، بلاقي اليخينة، بلاقي الفتة. هيدا كتاب اللي كتبه مسلم، عامل سكشن لأكل الصيام المسيحية. طب هيدي سردية صراع ودم، هاي سردية تافهة. طب ليه بده يعمل سكشن لمجموعة إذا في صراع بيناتهم؟ بس حدا يقول لي سكشن في أكل الصيام المسيحية القاطع، يعني القاطع شي رائع هيدا الكتاب. و
سكولرز بالغرب، ناس دارسين بالغرب بينفحطوا فيه، نحن ما بنجيب سيرته. طبعا قصة الصراع هلا في، اكيد كلنا بنعرف في صراع بين الثنائي الشيعي، في شيعي سيسي هلا عم تنفرض علينا انه صار عنده قوه هائله، وكان عنده قوه هائله من اي ثينك 1984 وكانه طلع من الفانوس السحري، وهلا اتس فيري ديفيكولت نرجع نحطهم. بيقولوا انه الشعب الشيعي اوبرست، مقموع نوعا ما، مواطن درجه تاني هيك بيقولوا. شو قصة الشيعية بلبنان؟ كيف بلشت وليه؟ لنقدر نفهم أي شيء له علاقة بالواقع الشيعي اللبناني بدي روح كتير لبعيد، وبدي الطريقة اللي بدي حللها فيها ما بدها تكون مبسطة، ما بدها تكون باينري منيح عاطل. يعني أول شيء السردية الرواية السائدة هي إنه الشيعة إيه هن جداد بلبنان. لا، التشيع موجود بلبنان من القرن السابع، من بداية الإسلام، من البدايات في وجود شيعي كتير بهم بلبنان. خلينا نعمل هيك نتفي سردية تايم لاين صغير لنقدر نفهم ليه السردية ما بتجيب سيرة الشيعة بلبنان، وحتى شيعي بيحس حاله أنا ما خصني بلبنان. لا، أنت خصك بلبنان. كبداية في رواية كتير حلوة موجودة بالأخص بجبل عامل. جبل عامل يعني جنوب لبنان، هذه التسمية التاريخية، إنه من أهم الصحابة، من أهم اللي تشيعوا حدا اسمه أبو ذر الغفاري، اللي إجا على جبل عامل وبشر للسكان هناك بالتشيع. ميشيناريز بيجي وبيبشر، اللي اقتنع بالفكرة بيأخذها. منعرف انه هالمجموعة الشيعية موجودة بالقرن السابع، بالقرن الثامن، والشيء اللي كتير حلو انه مربوطة بحركة ثقافية. تعرفوا بالتشيع في شيء اسمه الحوزة، يعني بدي روح اتعلم النصوص الدينية. They are like small university، جامعات صغيرة. من اهم الحوزات اللي كانوا موجودين بالعالم الشيعي قبل ما تجي ايران، ايران التشيع بايران نسبيا حديث. المراكز الرئيسية للعلم عند الشيعة كانت بجنوب العراق بالكوفة وبكربلاء، وكانت بجبل عامل، والأثوريتي تبع علماء جبل عامل، السلطة الدينية تبعهم وبالأثوريتي بمعنى أنه أنت بس بدك تثبت شيء تقول آه ما في عالم من جبل عامل هو اشتغل على يسوب، it becomes 100% معمولة. تعرضوا الشيعة لحملات تأديبية بالفترة المملوكية كتير عنيفة. ليش؟ في طريقتين لقدر فسرها. تشيع بلبنان بوقتها بما يعرف هلأ بلبنان كان موجود بشكل خاص بجنوب لبنان، جبل عامل، بأجزاء من البقاع، وشوي بكسروان. كسروان بتخانقوا كتير على الطوائف، لأن هي كان فيها الكل من الآخر فيها موارنة شيعة دروز، وكانت ترايبل، منطقة ترايبل، كانت ما منا لسلطة حدا، انه منطقة جبلية، مش لانه ما فيهم يطلعوا على اخي اللي بدي اعذب حالي. بس وقت اجوا المماليك لهون في حالة جديدة. اول شيء هذا الجبل بيسيطر على طرقات استراتيجية بين المدن الرئيسية دمشق ومدن الساحل، بلس في عنصر ما حدا بيجيب سيرته، حديد. لبنان كان في مناجم حديد بالمنطقة اللي هلأ كسروان والمتن، اتسابت انه سكان هالمنطقة كان جزء منهم دروز، جزء منهم موارنة، وجزء منهم شيعة، وهيدول بالنسبة للمماليك هن هيرتكس. بس هن استعملوا الموضوع الديني ليطلعوا على هالمنطقة يسيطروا عليها، السيطرة على طرق تجارية وعلى مناجم الحديد، والموضوع الديني انه نحن طالعين نقتل شيعة باضطهاد، استخدموه ليجيشوا ليتم تبرير بس بقيت. هلأ ليه بقيت الشغلة كتير قوية؟ في شخصية تاريخية كتير مهمة اسمها الشهيد الأول عند الشيعة، حدا عالم كتير مهم من القرن الرابع عشر، قتلوه المماليك أخدوه من جزين، كان المركز تبعه جزين وقتلوه. هذه شغلة اتوازا ست باك لا العلم. مرقت الأمور بالفترة العثمانية، الوضع التشيع كان أوقات يكون فيه، مش قصة اضطهاد، الاضطهاد مش إنه بيجوا الجماعة يلا جايز وين في مسيحية وين في شيعة وين في دروس بدنا نقضي عليهم 24 24، بيكون بيريودك، بيكون
لفترة. السلطنة العثمانية لفترة كتير كبيرة تصارعت مع الصفويين، يعني الإيران الشيعية، واعتبرت أنه أي عنصر شيعي داخل الإمبراطورية هو ممكن يكون حدا عنده اتصال بإيران فهو خطر، فتعرضوا لحملات تأديبية. بس كمان بنفس الوقت كان في عيال من هالعيال الملتزمة ضمن الإدارة العثمانية، ولكن وين صار فيه الضربة، ما رح أقول قاضية، ولكن ضربة اللي كتير أثرت باللاواعي الشيعي. جبل عامل بعض المصادر ببين كمصدر للقطن، في قطن عم تنزرع، يعني في شيء كلايماتيك تغير، منطقة كان فيها ماء أكتر. بالقرن 17 و18 جبل عامل مركز كتير في حياة فكرية، حوزات تعرفوا في سلالات علماء، it's beautiful، الواحد يجي يدرسهم انه هدول ناس أبن عن جد عم يتعلموا على مئات سنين، it's amazing. ما منجيب سيرتهم بلبنان، شيء عامش البلدية البلسرية، شيء مؤلم. كان في والي اوقات الولايات العثمانية كانوا يكونوا كتير عطلين، في والي اسمه احمد باشا اللي عن جد بيستاهل لأبو الجزار، هيدا ألبانيان سولجر صار كتير مهم بالسلطنة العثمانية، عينوا والي على صيدا، يعني مسيطر على منطقة من المعاملتين لعكب فلسطين. كل حدا ما من السكان اللي ما رح يدفع له ضرائب مثل ما بده طلع ضربه، وبالأخص عمل عدة حملات عسكرية أدت لتدمير إنتاج القطن بجبل عامل، تدمير الحوزات، وقتل أعداد شيعة هائلة. بقيت باللاوعي لأنه جديد. مجزرة. تداعياتها شو كانت؟ تراجع هالمراكز العلمية، وبالأخص فقر وتعتير، صارت المنطقة كتير فقيرة، صار سكان جبل عامل كتير فقرة، وهيدي الشغلة تفاقمت مع لبنان المستقل. جبل عامل كان عنده القطن حديد وعلامات، مش حديد كان بجبل، بس بالأخص أنه في مصاري من القطن. يعني why do we have، ليه عنا مجموعة مساجد فريدة من نوعها بجنوب لبنان تعمرت بالقرن 17 و18؟ في مصاري يتعمر وكتير حلوين، اللي عندهم الإباب والمقامات، يعني recently نزلت زرت، حلوين انه هيدي الهندسة المحلية بالمنطقة، بدها لتعمر إبي بدك مصاري، طب من اشتها المصريات؟ من القطن، راحت كلها. بال 1920 في عنا النخب الشيعية، جزء منهم مع فكرة لبنان الكبير، جزء منهم مع فكرة مملكة سوريا، يعني مثل معظم الشعب الروسي اللبناني. ولكن وين صارت المشكلة كتير أساسية اللي فيها الشعور لرفض فكرة الدولة بلبنان؟ وهي بكل بساطة ما كان في دولة بالجنوب. الدولة المركزية اللبنانية بعز قوتها أهملت الجنوب إهمال بخوف، انتركوا هالجماعة من دون مدارس، من دون مستشفيات، من دون طرقات، من دون دفاع ضد إسرائيل، ودبروا حالكم. صار عندك أنت حل وحيد، يا بتهجر يا بتشتغل عند الإقطاعي، لأن بقي الإقطاع عند الشيعة أكثر من غيره من المجموعات، يا بتهجر وبتعيش بالتعتير بضواحي بيروت. مينيموم نفهم الحالة اللي وصلوا عليها، يعني بدنا نفهم هيدي، ما بدنا نكون عنا جادجمنت هيك تبسيط، لا، هيدا وليد سلسلة أمور. الدولة اللبنانية غابت عن المناطق الشيعية، إن كان بالهرمل أو إن كانت غابت عن الأطراف، فضلت أنه بس أنا بركز على بيروت وضواحيها والباقي طز. ولكن القول أنه الشيعة ما قالوا عليها قبل لبنان، هيدي هرطقة. سو هلأ اسأل كمان على العراق، عم بسأل كتير عن الشيعة، بس هلا بنرجع على المورني. بس كنت اسألك عن علاقة الشيعة بلبنان مع، حكيت فيها شوي بسرعة، مع إيران. شو صار؟ أول شيء بدنا نسميها بلاد فارس، لأنه قبل الثلاثينات ما كان اسمها إيران، اسمها بلاد فارس. بلاد فارس دولة عريقة، يعني عم نحكي من أقدم إمبراطوريات العالم. الإمبراطوريات شو النظام تبعها؟ مجموعة سلالات. بالقرن 16 تجي سلالة جديدة اسمها سافافي، صفوية. هلأ الطبقة الحاكمة بالمنطقة هون تقريبا من القرن 11 كانوا أتراك، هاي دولة فاتوا عند الخلافة العباسية كمرتزقة عسكر، وصاروا هن طبقة عسكرية هي لقطة للسلطة. بالقرن 16 عندك ثلاث سلالات أصولهم تركية حاكمة
معظم العالم الإسلامي أو سلالة التيمورية أو اللي بنسميهم المغول، مش المونغولز، المغول تبع تاج محل اللي عندهم هالأركيتكتر اللي بتهبل موجودين بالهند. عندك سلالة تانية اسمها السافافي بإيران، وعندك يعرف بإيران بلاد فارس، وعندك العثمانية. هدول السافافي مزروبين ليقدروا يتوسعوا بميلي سنة بميلي سنة، وهن سنة، ومعظم سكان بلاد فارس بوقتها كان بسنة مع سبستانشل شيعة مينوريتيز. طب أنا كيف بدي، في عندي عندهم تو تشالنجز كتير كبار. أول شيء بدي أقتل قوة سنية من الشرق قوة سنية من الغرب. تانيا أنا سلالة جديدة، كيف بدي أخلق انتماء لألي؟ ما منعرف كيف أخذوا القرار يعتمدوا التشيع كالديانة الرسمية لخلق هوية، هوية سياسية وطنية دينية مربوطة فيهم، ولا تقدروا يقدروا يبرروا الحرب مع العثمانية ومع المغول. مين المرجع الأساسي؟ علماء جبل عامل. تم طلب علماء جبل عامل اللي عندهم كريدنشلز هائلة بوقتها بالعالم الشيعي على إيران، وهن فوتوا التشيع. تشيع غائب عن السردية الوطنية اللبنانية، والتشيع غائب عن دوره الإقليمي. فإيران صارت شيعية من وراء جبل لبنان وليس العكس، من وراء جبل عامل وليس العكس. أنت بتعتقد أنه أول شيء thank you للإكسبلانيشن، أنت بتعتقد أنه هلأ ثنائي الشيعي اللي بدك تسميه بيعتقد عن جد أنه لبنان بلده ولا هي بس مساحة؟ ما بعتقد أي حدا من الطبقة الحاكمة بتعتبر أنه لبنان بلد كبداية. ما الطبقة الحاكمة بلبنان طبقة ما بيهمها أبدا رفاهية السكان. طبقة الحاكمة هي شو يعني طبقة حاكمة؟ يعني أنتوا يا جماعة حاطينكم كمسؤولين شغلتكم تهينولنا حياتنا، مش كلهم ما في أي حدا من الموجود بالحكم بلبنان عم بيقدم أي شيء فعلي للمواطن اللبناني. شو طلعنا من الحكم بالأخص آخر 40 سنة؟ كوارث، حرب، دين، زل يومي، وبربحوك جميلة إنه هني شيء كتير مهم. لا منكم مهمين، ما مش عم بحكي عن ثنائي الشيعة، عم بحكي عن المجموعة. هلا فكرة الدفاع عن الطوائف هي طب مين هجم عليكم لتدافعوا؟ هيدك هون بيجي دور التاريخ، هون بيتم تسخير التاريخ لتبرير وجود منظومة دفاعية. يعني عم نشوفها هلا بهالبروز الهائل لتطرف مسيحي تافه. نحن أكثر منكم، أنتوا أكثر منكم بالهبل. شو أوكي طلعوا المسيحيين الأكثر من إيش الكهرباء؟ هذا السؤال طلعنا في نقية إيش الكهرباء؟ صار لبنان دولة كاثوليكية مارونية إيش الكهرباء؟ صار لبنان دولة شيعية إيش الكهرباء؟ صار لبنان إمارة سنية إيش الكهرباء؟ إنه تركوا لنا التاريخ الله يرضى عليكم، خلينا نحن هيك نفكفك هيدي الأمور نجي نقلكم. ما ضروري اتفق انه بنظره موحده عن 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 الهويه هيك اللي عندك لو عن شو الهويه اللي هي شو الهويه اللبنانيه عمرها 100 سنه وي دونت وي هاف نو يا شو الهويه اللبنانيه هلا عم عمل اذا هلا 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 في عندنا تشانس عندنا فرصه نبني هويه مشتركه. كيف عندنا شيء اسمه حياه مشتركه، حياه مشتركه. نحن صار عندنا حياه مشتركه من بعد هال100 سنه بالأخص عبر الذل والتعتير. Pain unites people. Exactly. هيدا بيجمعنا. هيدا بيجمع. ليه بدي أبطال لتجمعني؟ ليه بدي ضروري يكون عندي الأب المطلق فخر الدين؟ ضروري يكون عندي أنا هيرو؟ ليه بيجمعني المغلي؟ تبولة. وهو قصص منا تافهه منا سخيفه. في كتير ناس بس تقليلهم لا هيدول سخيف. لا هيدول هيدول اسمهم ماركر دو كولتور هاو بيجوا. طريقة لإذا إذا إذا بنزل على حي الله ضيعة بالجنوب أو حي الله ضيعة بعكار أو حي الله ضيعة بالبعض بعمل أوف 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 شو بردوا علي؟ أوف ليه؟ هيدا عن شو عن شو مع مين عم بحكي؟ مع اللاواعي. هذا اللاواعي مشترك. إذا بلقط إيد حدا من الجنوب إيد حدا يمكن تبين صورة هيك فولكلورية بس هيدا الحقيقة وعمل دبكة إيه رح ندبك كلنا. طب ليه عنا إيهن إنكامنها؟ إذا نحن مختلفين عنا ثقافات مختلفة ما كنا بنعملونها.
وبناكل زيت الاكل وما بناكل زيت الاكل بس المسيحيين بياكلوا جامبون بيشبه. لا المسيحيين ما كانوا ياكلوا جامبون قبل الفرنسويه لانه الخنزير بالشرق الاوسط ورمز الجايه حتى عند المسيحيه بلس بيصرف كتير مي. ولبنان عكس السرديه منه غني بالمي. هيدي كمان تجليطه. اوكي تجليطه. نحن عندنا جفاف هائل. ما كانوا يربوا خنزير لانه غير انه بالشرق الاوسط من ايام الفينيقيه الخنزير هو كتير مجوي هو اللي قتل ادونيس فما بياكلوه. حتى بالسرديات المسيحيه هو مربوط بشيء كتير بشع. اثنين بيصرف كتير مي اللي بده يربي. فهيدي it was common يعني قبل الانتداب الفرنسي ما في local production of jambon. في كتير مسيحية بياخدوها انه ايه نحن ناكل jambon رفاهية. حلوا عنا مع الطبقية التافة بقى. حلوا عنا في امكانية بناء رؤية مشتركة لدولة حديثة دولة قائمة على المواطنة الديمقراطية احترام التعددية حقوق الإنسان مع احترام الطوائف. خي ما راح نكسر الطوائف. حلو هالتراث بس لكن هيدي الطائفية ما لازم تتحول للشانل اللي بنتمي فيها للدولة. وقدي أنا عددي بيطلع لي وزراء يعني شو هال شراعة يعني. مش هنيك عم نطالب دولة علمانية لنوقف هيدي بس ما راح نوصل له حاليا. لا العوامل الموجوده هلا في حركه علمانيه انه حركه علمانيه كلمه علمانيه بتخوف كتير باللبنان كانك عم تسب الشخص تصير عباده الشيطان يعني كتير لذيذين هيك دغري عباده الشيطان بالاخص اذا حط حلقه او استاذ تاريخ يعني بيصير في شيء عم ينفجر براسهم انه شوف هيك عرفتي انه كيف يجرؤ على التكلم على هذه خي ما انه بدنا نكبر بدنا ننضج Yeah. بدنا نقبل انه يمكن ايه في دي ان اي فينيقي بس نحنا ما خصنا بالفينيقيه. بدنا نقبل انه فخر الدين منه البابا تبع لبنان وما قال طعمه يكون بابا. وبدنا نقبل انه نحنا مش بحاله قتال دائم ومستمر مع بعض الى دا ابد الابدين. وبدنا نقبل انه ما في شيء اسمه حقوق الطوائف. شو يعني حقوق الطوائف؟ حقوق المسيحيه وحقوق الشيعة. كيف انا كمسيحي او كمسلم عندي حقوق؟ هيدي انا ما بفهم هيدي. بس تفوت اذا في محل بدماغ هيك بروسيسنج لوجيك بسكر حقوق المسيحيين وبيحكوك تاريخ. شو يعني واي تاريخ اي تاريخ بيثبتوا افكارهم حقوق المسيحيين او حديثهم؟ عم طالب باسترجاع حقوق المسيحيه. شو يعني هي الايديا الفيكتمايزيشن انه اول ما تكون فيكتم يعني بتشيل مسؤوليه عن حالك. مسؤوليه عنك انت ما خصك. انا ضحيه. انا ما خصني. انا ما خلوني اعمل شيء. خلصنا بقى. هيدي امور تافهه. وصدقوني في امكانيه للتواصل مع الكل عبر كل الطوائف حتى من اكثر الافكار المتشدده لانه الكومن هو اقوى من اللي المشترك اقوى بكثير من اللي ببعدنا. بس بدنا نفهم كيف الامور ومش كب هيك افكار مسبقه هيك وهيك. بدنا نفهم نحن منا باوروبا. نحن بوضع حرب من 100 سنه. انت قلت ايه يعني من 10 سنين على القليله. على القليله نحن خلينا نحطها هيك شوي ان برسبكتيف. نحن من 1911 قبل الحرب العالميه الاولى بحرب متواصله لا حديث هلا. بعدين الحروب اللي عملتهم اسرائيل يعني دخلنا جتنا مرتين جيت اخذت البلد يعني حصار 82 ما بيحكوا عنه بلبنان. تاني عاصمة عربية بتسقط تحت الاحتلال الإسرائيلي. 20,000 قتيل. تدمير هائل للبنية التحتية. اجتياح الإسرائيلي بيعطوه اسم هيك كيوت. بس هيك. 2006. ال 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 ما 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 منحط ما منفسر ل بالأخص ال younger generation شو يعني حرب. ولك شو يعني انت عم بتحارب؟ انت عم تخ انت بحالة دمار مستمر 100 سنة دمار مستمر. لا وكمان الجيل الصغير بحس كنا عم نحكي فيه انا وميديا كمان بيورت فكرة العدو من بيو او جدوده ما بيعرف ليش وكيف بيورت فكرة العدو بقلب لبنان لانه هيدي الطائفة هي عدوته. المشكلة انه بعد الحرب اللبنانية وحكيتوا فيها انتوا قبل بيسار دي ما صار في عملية عن جد مصالحة. صار في عملية official amnesia فقدان للذاكرة رسمي. ما صار شيء. ما قبرنا بعد 15 سنة. يلا يا شباب نرجع نعمر ومنمحي كل الأمور اللي لها علاقة بالحرب الأهلية.
إعادة أعمار بيروت اللي هي تدمير هائل لوسط بيروت صح. هي جريمة بحق المدينة وتاريخنا وتراثنا سوليدار جريمة. بعدنا هلا عم ندفعها قليلة. نحن بيروت مدينة ما عندها سايحة, بس تروح على أي مدينة حلو في ساحة الميدان التحرير, تقسيم, بلاس كونكورد, ترافال غارسيا, نحن باركينج الفيرجن هي ساحة البرج أو ساحة الشهداء شو هالمازل يا قصد معه. كمان إذا بدك تنزل مثلا على زيتونة باي ما بعرف تروح على البول. ليه اسمها زيتونة باي؟ شو هالباي؟ نحن ما بنحكي إنجليزي. هيدي خلاصة, هاي خلاصة برجوازية. زيتونة باي اسمها الزيتونة وكانت حي دعارة. مزبوط. وهيدا شيء لازم نفتخر فيه. كان في حي دعارة هاي أند بالزيتونة. مزبوط. كان في حي دعارة أخف أند اللي هو سوق النجارين اللي كانوا يسموه سوق تاني كمان. مزبوط. لم سوق شرمي. إيه معين بحيو كسرته سوليدار. هوني كان ماريكا يعني ماريكا يعني. ها شخصيات محورية بالتاريخ. أي مدينة على البحر ما فيها دعارة. في فوتج كتير حلو مصورينهم بال 1919 جود فرنسبية راحين عند دعارة وقاعدة الباترونة على الباب وعم تعيط عليه. ما بنحكي عن الأمور لأن احنا كلنا قديسين, احنا منتج قديسين بلبنان. خلصنا بقى. واسمها الزيتونة, ما اسمها زيتونة باي. اسمها زيتونة. شو هالمهزلة لزيتونة باي؟ بتنزل ما بتشوف البحر صح. شو هالمهزلة مدينة هو جماعة ان احنا بلد متوسط يا خي, ما بتوصل للمتوسط بلبنان. ما فيك انا من دبي لصار عمري 16 سنة, انا الصيفية بالنسبة لي هي اطلع من البيت اقطع الجسر سير على الشط. كان في شط بدبي اتشط صور يعني العلاقة هيدي بين البحر وبتاكل من البحر وبتجي اختفت كليا. وقت قررت السلطة الفاسدة بلبنان تشيل شط تبع المتن وتعمل محله اوتوستراد, قطعتك عن اول شيء بيصير اهين تتحكم فيك اذا انت ما عندك مساحات عامة صح. قتلتك, قتلت لك البحر, قتلت لك العلاقة العضوية اللي بينك وبين البحر. هيدي كلها أمور كمان ورتناها من الحرب اللي صار. إنه يلا بعمل طريق, وين بدي أحط الطريق من دون تخطيط؟ أسهل شيء على الساحل, بحرق دين كل المنطقة الساحلية بحولها لأبشع مدن بيروت مدينة بشعة ما نكذب حالنا, بشعة بشعة. في بعض هيك الأحياء الجميلة فيها ولكن هي بتطلع فيها من برا مدينة بشعة. الساحل اللبناني بلعين نفس. جونيا اللي مفروض تكون منطقة من أجمل مناطق لبنان مع أرميد فخر الدين مع البيوت إنه أرميد الفترة العسلية بشعة. ما يزعلوا منها هلا بشعين. It's ugly. جبل حريصة اللي كان من أجمل الجبال عملوا فيه طسرات زوروا مرة من إيه هيك شكل زد. شو هالمهزلة؟ أنا وقتها كنت بحكي عن الزيتونة خلص فات كلها راحت بالزيتونة. هي مش زيتونة, زيتونة. زيتونة أصلا. هي زيتونة. زيتونة. أوكي زيتونة. ماشي عيال بدهم ينزلوا على ساحة عامة ما فيهم. كل ال restaurants بدك تدفع منهم 20 دولار وقتها. وسط طبقية يعني فقط الأغنياء اللي نحق الفقراء لا ما خليكم بعد. مش معقول. الملبنة جنينات ما بنسمي سنبليش. الثقافة السائدة بلبنان هي ثقافة إقصاء. إقصاء بشيل الأكترية وبخفيها. لا الفقراء ما بيبينوا بلبنان لا بالفلومة لا بالثقافة لا بالمسلسلات لا بالإعلام. وإذا بيبينوا بالإعلام مثل هلأ مجموعة الإعلاميين اللي بتعرفوا كل إعلامي بلبنان هلأ هو moral authority علينا طبعاً. إنه شاطر يروح يفرجي واحد معطر بطرابلس فاتح محله ليطعمي ولاده وبيحطوله الميكرو هيك من دون أي احترام للخصوصية. بيقعدوا بيسألوه أسئلة كيف أنت ليه حل مشكلة شرق أوسط شو تعليقك على الموضوع؟ هيدا الزلمة مضطر يفتح بيته محله لأنه الدولة ما عم تعمل واجبها بتأمين غذاء ودواء له بفترة اللوك داون. شاطرين ينزلوا أو على الضاحية أو على الجنوب أو على بعلبك أو على ما حدا بيجي على الزيتونة باي بيشوف إذا فاتحين لجمشيك ما بيغلطوا. شو هالغلاظة ها؟ وبيعطوك هيك دروس بالأخلاق. حلوا عنا بقى وحلوا عن فقرة, حلوا عنهم. ما حدا يجي يعلم العالم شو بدها تعمل. هو عالم نحن بسيرفايفل مود. ايه قالوا انه مجرمين. مش معقول مش معقول صحفية تقول عن ناس يلي عم بيموتوا من الجوع مجرمين. كعيب.
هدول ناس غير انه هني بخدمة السلطة الحاكمة والوضع القائم بلبنان. عنا الطبقية بقلب الثقافة انه انا لاني شوي نمط حياتي يمكن يكون احسن من غيري لانه سائبت يا ورتين مصاري يا اشتغلت يا انا بالواسطة وصلت. بيجي بعمل هالجدجمنت على الفقير وبيطلعوا فيه هيك فوقية. وهيدي هو من اسباب ليه صار في زيتونة باي, ليه صار في سوليدار, وكيف وسط مدينة بتسمى باسم شركة عن جد. شو البهلناتها؟ كيف وسط مدينة ما بيرجعوا سكين عليها؟ شو هالوسط مثل سوديكو مثلا. سوديكو ما اسمه سوديكو, ما اسمه سوديكو, هاي طريق الشام اسمه طريق الشام. شو في كمان اسامي غير سوديكو سوليدار؟ تغيير الأسامي بيعكس التغيير بالسلطات العسكرية وشو عم بيصير. معظم شوارع إذا بتلاحظوا الختيارية اللي بيرتي, إذا بتروح عند أي حدا اختيار بيروت ما بيسمي داونتاون داونتاون, سميها البلد. صح. مثلا أخبركم في حي اختفى ببيروت, في حي عم في أحياء اختفت ببيروت غير الزيتونة سوق النجارين. مثلا الحمرة, ليه اسمها الحمرة؟ في خبريتين, يا لأنه التربة تبع أول شيء هالمنطقة كانت برات بيروت القديمة. برات بيروت القديمة هي كانت مطرح ما في الوسط هلأ, وكل الأجزاء حواليها كانت أرياف, يعني الأشرفية كانت مزرعة الأشرفية. المزرعة اللي هلأ موجودة كانت مزرعة العرب, يعني كان في بدو قاعدين هناك. الحمرة يا لأرض حمراء أو لأنه في قبيلة بنوا الأحمر هن من البقاع اجوا قعدوا فيها وكان عندهم برج مراقبة هوني وبقية التسمية. حي تاني كتير بيلعب دور أساسي بالحداثة بالمنطقة هو زقاق البلاط. شان زقاق؟ وفزع البيروتي زقاق. زقاق يعني طريق, زوكاك كلمة عثمانية يعني طريق. 1831 المنطقة بريفلي كانت تحت حكم المصري, في والي بمصر اسمه إبراهيم باشا, محمد علي وابنه إبراهيم باشا قالوا له يعملوا سلطنة لقالهم أحسن بسلطنة العثمانية, احتلوا المنطقة. قرروا يبلطوا الشوارع ببيروت وقرروا يعملوا أول شارع برات بيروت, بوقت بيروت عندها أسوار وممنوع تعمر. قرروا يعملوا شارع على التلة اسمه الأنطاري ورصفوا قد ما البيرتي حبوا أنه زق البلاط, يعني الطريق المبلط. وزق البلاط تحول لنواة الحداثة ببيروت. أول شيء هو حي متعدد الطوائف. صح. حي كان فيه أكثر كونسنتريشن لمدارس, خلق هالطبقة اللي كتير بتفكر وصارت هالتسمية بعدها لهلا. هو الحي هلأ فقير جزء منه ولكن جميل جدا. الأشرفية تسميتين, أشرفية هو مصطلح عسكري مملوكي, ما رح يزعلوا كثير الأشرفية لأنه بس تقول له تسميتكم مصطلح عسكري رح زعي كثير ناس بسمع عليه. مصطلح عسكري مملوكي موجود, هاي الأشرفية موجودة بكل مدن, بدمشق في أشرفية, بحلب في الأشرفية, هي التلة المشرفة اللي بتستعمل للمراقبة العسكرية. القصة الثانية أنه في أحد السلاطين المماليك الأشرف لا أبو جاء عمل ميجر بارتي ممكن هوني, بس هي على الأرجح هو المصطلح العسكري مثل شيء اسمه البيشورة الدفاعات اللي بالأول أو الخندق الغميق ترنشز اللي بيدافعوا على المدينة. البرج, برج حمود, برج أبي حيدر, برج البرانجني, عن جد في أبراج مراقبة لأن كيف ببعت السجن لأنه فيه هجوم. وبقيت هيدي بالتسميات حلو. مثلا الكارنتينا لانه هنيك انعمل بال1800 1830 1840, مطرح ما بحجر كارنتينا كلمه تليانيه بلهجه فينيز. كانوا هول المدن اللي بتعيش على التجاره البحريه, اذا جاي حدا مريض بالسفينه لما يضرب المدينه كلها بالوباء بحطوه 40 نهار بمكان معزول بيعزلوا بيحجروا. هذا امتى؟ اي سنه؟ هيدي بلشت بالمويناج بفينيز. بالقرن التاسع عشر بالسلطنة العثمانية بلشوا يعتمدوها واخذوا التسمية كوارنتينا وعملوا الكوارنتينا بهالفترة الصغيرة اللي قلت فيه الحكم المصري بعيد عن المدينة بمنطقة اسمها الخضر. وهلا بقولكم ليه الخضر, مثلا ما في جامع الخضر بمرم خايل, هو هن الريليجيوس ديفندرز تبع بيروت بعيدة عن المدينة. والتسمية بقيت وقتها صارت بقلب المدينة.
بيروت إذا بخدها بيروت العثمانية تريانجل موجودة بالوسط، حواليها في الريجز ديفندرز تبعها، الخضر اللي هو مارجريس بنفس الوقت، مارمتر، مارليس بطينة، هيدول الديفندرز عند المسلمين والمسيحيين للمدينة، يعني شيرد شراينز بصلوا اثنيناتهم هناك. هيدول كانوا انه الميثيكال جارديانز تبع المدينة. حلوين، ليه ما بنعمل بارك حواليهم؟ ليه مقام الخضر على باب المدينة ما في جنينة حواليه، في ترمبة؟ ليه مارمتر في سبينس حده؟ أنا هيدي ماشي مارمتر، غير إنه فيها مدافن حلوة، المدافن فيها تكون حلوة، والمدفن بيعكس عن ثقافتك. نحن بنكب الزبالة هلأ، بس بموت بحطونا بجوارير أو بكبونا بالترابيد. طريقة مفروض يكون بارك هذا، إيه ما حطوا سبينس حده؟ وين التخطيط؟ مالية سبطينة أوتوستراد حوالي الدير، إذا بدك تقطع الدير تروح شهيد. طب هيدا عدم البلانينج إذا بس جهل؟ طبقة الحكمة ولا بحياتها هم الثقافة ولا الإرث، بالعكس الإرث بالنسبة لإله هو عائق قدام مشاريعه. وهيدا الطبقة جزء منها هي طبقة مقاولين بيشتغلوا بالعمار، صح؟ يلا شو بهدم بعمر. هيدا عنصر كتير أساسي أدى لهالفوضى. طبعا في 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 أمور العلاقة بالقوانين المعتمدة لتنظيم المدنة، والعلاقة بالواسطة وكيف بدفع هون لزيد. هيدا شيء بشع المدينة. طلعوا بصور بيروت بالخمسينات بالأربعينات، مدينة جميلة، جميلة جدا، ومدينة حديثة، ومدينة عم بتجرب نوعا ما، بتعرفوا بقلب المدن في ديناميكية المركز والضواحي، عم بتجرب نوعا ما تربط الضواحي فيها. عملية القطع بلش بالستينات وبالسبعينات، ما صار في ربط للضواحي، أو الضواحي المسيحية أو الضواحي الإسلامية. هذا عنصر أساسي ما حدا بياخده بعين الاعتبار بأسباب الحرب اللبنانية. الأفكار المتطرفة ومعظم المقاتلين بالأحزاب المتطرفة بالحرب، إن كانت إسلامية أو مسيحية أو يسارية أو يمينية، عفوا، إجت منها الضواحي. هاي ضواحي ما لقت محل لها بالمدينة، وبعدها لهلأ هيك بخبروك، والإعلام بلبنان سيء لدرجة إنه بيزر خطوط التماس بين عرمين وشيح. شدوا حالكم، أول شيء نفس المنطقة، تانية اتنيتون عايشين بالفقر والتعتير. صح. عطونا 10 سنين رواء من دون حرب، وشوفوا شو فينا نعمل، من دون كل شوي غارة إسرائيلية، كل شوي تدخل، وشوفوا شو فينا نعمل. ايه فينا نعمل، طاقاتنا هائلة. ما رح روح للسردية انه وال نحن عنصر اساسي بالحضارة، رح نصدرنا الحضارة، this is bullshit. بس نحن عنا طبقة مثقفة، عنا طبقة قادرة تدير بلد من دون هيروز ومدري شو، وقادرة تأمن عيشة كريمة ما فيها إزلال، وقادرة تجي تاخدها السردية التاريخية تفكفكها تحطها بمحلها وشوي تضحك عليها. 100% history can be unifying، مش بس fun. بدي انبسط، ما في أي شيء بيمنعني أنا اتعلم كلها دون الحواجز، لأنه كل ما ضلنا استعمل سردية تاريخية، كل ما حط حالي أنا بي، كل ما أضرب حالي بدل ما انفتح على الآخر. أي آخر؟ ما هذا الآخر هو أنا. يعني كمان كلمة بيقولوا لك بالبناء انفتح على الآخر، يا حبيبي معي آخر يكون 4 ملايين، ما نكون عدد كفاية لكون فيه آخر. بعدنا 4 ملايين أو 5 أو 6 أو 7، لأنه من أيمتى آخر رسانسمان؟ ما في رسانسمان بلبنان رسمي، لا بتعرفي مدية. مسألة عدد طوائف هي مسألة حساسة، بركي طلعوا الشيعة أكتر مبارني أو السنة أكتر مبارني أو المارني أكتر منهم أو الروم أكتر. يعني هلأ هون هلأ الكومبل هلأ يعملوا أحصائي يطلعوا الروم أكتر شيء، يعني شو بيعود يخلصنا؟ شو بيصير شو بيصير بالمجلس؟ مين بده يصير الرئيس الجمهورية؟ بيصير أرثوذكسي ولا بده يصير؟ مش معقول. كنت عم فكر أنا هلأ ألم اللي بيوحدنا، وتذكرت هول السبورت جروبس تبعوا الألكوهوليكس أنونيموس وات هاف يو، بيقعدوا بين بعض لأنه عم بيقطعوا بزيت الوجع، بيساعدوا بعض كرمال يطلعوا منها. I think ironically يعني هيدا الزل والتعتير والأكل الخرق اللي نحن عايشين فيه هلأ هو في اللي فيه قوينا،
يكون عنا طاقة فيها على مسار شوي طويل بالزمن ممكن يتحول لقوة توحيد. بس كمان ما بدنا ننسى ان احنا حوالينا في كوارث، وللأسف هيدا الشيء ممكن يقود اي محاولة بناء دولة. في نحن بوضع، نحن شوي حظنا عاطل، حظنا عاطل. اللي راح احكيه هلا يمكن يبين شوي هيك انه داون سايد. لبنان مات، لبنان 1920 هو مات بأربعة اب. خلص هيدي هو عم بيموت من ال 75، بس أربعة اب هي الضرب القاضي، عم ينزف صار له فتره خلص هلا عم ينزف مفلس ادارته. ما وراء الفشل، ما وراء الطبقة الحاكمة غير أنا طبعا ما عندها أي رؤية، هي طبقة فاشلة. أربعة آب قتلوا خلص. في كتير أمور إيجابية، المجتمع المدني هو اللي قام بدور الدولة. يعني أنا مارق تشوف البيوت بعضها فاضية، طب أنت كيف ممكن تسمي تتجرأ تسمي حالك سلطة حاكمة في 300 ألف لبناني مشرد؟ كيف؟ فمات هذا لبنان خلص. محاولات إعادة إحياء لبنان 1920 هي مثل جايب موميا وعم بيعمل لها هذا الديفيبريتور، ايه عم بيعمل انه بدها رح تحترق. خلينا نلاقي، ما رح اقول صيغة لان هي كلمة كتير بيستعملوها، خلينا نرجع نحكي اوكي لبنان ما رح يضل موجود كدولة، انه في حدود في عالم في هدول الامور، بس خلينا نبلش شوي وشوي نزيح نحو غير طريق، عقد اجتماعي جديد بيحترم التعددية ولكن بيحط العلمانية كأولا. في المشروع العلماني بلبنان قديم بال1920 وقبله كان في نخبة كتير صغيرة تم شيطنتهم، كانوا عم بيطالبوا بلبنان غير طائفة، بلبنان أول شيء مستقل ما أنه تحت الحكم الفرنسي. شيطنوهم للجماعة ونفيوهم للفرنسوية، منهم خيو للبطرك الحوايك سعد الله الحوايك. لكن كليا ضد مشروع خيو. That's insane. تخيلي صراع اخوة. واو حزنا انه هيديك مش هيدي. هو مش لبنان بطرك الحوايك اللي انعمل، هو لبنان جنرال جورو. هيدي كمان هيدي السردية انه نحن لا، نحن اجوا الجماعة انت خدها اوكي نتفي هون، في عنا هيك طبقة فرنكوفونية عنا مصالح منا شوي من مشي لمصالحها، بس مش هذا لبنان اللي طالبوا فيه. هذا لبنان جنرال الاب الشرعي للبنان لا فخر الدين ولا البطريرك الحويك ولا حدا، هو أوري جورو جنرال فرنساوي لانشاء دولة لبنان الكبير، كان لحد كتير كبير قرار شخصي لإله بمسألة إعادة رسم الحدود بعد سقوط السلطنة العثمانية بإطار انتصار الحلفاء. بدنا أوكي صارت هالأمور، خلينا نجرب هالطاقات. بدل ما هالطاقات عم ننزف عم نفل، يعني ما فيكم تصوروا قدي عم بفل اللي بعرفه من تلميذة، يعني العنصر الأكثر ديناميكية بالمجتمع برين درين راح، والبقية قاعدين عم يحترق ديننا. نحن شوي لكي بعدنا عم نشتغل، الأكترية عم تموت بالجوع قريبا، وبربحونا جميلة انه نحن عم ندافع عن الحقوق. دايما نخلص الحلقة وبعرف اذا فينا نرجع نسأل السؤال شو هو؟ نحن نسألك عم تقول انه بدنا 10 سنين بالقليل سلام مظبوط لنقدر انه نبدأ هالبلد، في أمل؟ رح جاوب بقسمين. مثل ما الوضع هلأ قائم، مش قصة ما في أمل، ما في عوامل النهوض. نحن بحالة حرب مخيفة مع إسرائيل، فيها تجي بأي لحظة هلأ تنسف المدينة تجيبنا على الأرض. نحن بحالة تشرذم داخلي مخيف، نحن بحالة فقر شوي وشوي اللي بخوف، على الرغم من الشيء الكتير حلو اللي صار ب 17 تشرين والشيء ردة الفعل بعد الانفجار اللي هي المجتمع المدني هو لقط الخدمات وأنا بعطيها وما بدي الدولة، ولكن الفقر رح يخلي انه نصير نحنا فقط عم ننبش على الأكل. اللي عم ينبش على أكل ما بعد يفكر بالمصير السياسي، بصير أسهل ان الطبقة الحاكمة تبقى تستغل وتستغله لنصير أرخص ننشارة. الأمل إذا بدي أحكي أمل، الأمل هو بهالطاقة الشبابية.
بس هاي الطاقة الشبابية بدها بلاتفورم لتقدر تشتغل، بدها سلام، بدها نخفف كترة الحكي الطائفي التافه والسخيف والغبي واللي ما بيخدم إلا السلطة الحاكمة، ونبلش نحط الرؤية. أنا أي لبنان بدي؟ بدي لبنان مجموعة طوائف متصارعة على تاريخ وهمي، ولا بدي مجموعة طوائف متعاونة تشترك بتراث وقيم ورؤية موحدة للبنان حديث ديمقراطي علماني؟ هيدا هو السؤال اللي هلأ بدنا نجاوب عليه. هيدا التشالنج تبعنا، هيدا التشالنج تبعنا. أي لبنان بدنا إياه؟ بدي أطلب منك أنا هلأ، بدي ساعدك، بدي أعمل بدك إياه كرمال تعمل بودكاست. لأنه مش معقول الفيورز بيتفقوا معي مان، لأنه عندك إنه انسايكلوبيديك نولج بحيالة شيء، وفيك أكيد الانستغرام لايفز بيعقدوا. أنا بفهم تاريخ بس، بفهم تاريخ بس، لا الباقي حمار بكل الباقي. لا بس أنه التاريخ هو جزء أساسي تاتا نبني مستقبل. تاريخ جزء ليحررك 100%. بحق تاريخ، بحق تاريخ، ما أنه معمول ليحبس. تاريخ معمول ليحررك، هيك بتروح لمحل بتخبرك خبرية، يمكن هالإزازة من وين جاي، بتصير تطلع هيك. تاريخ موجود to inspire، للإلهام، ليحررك وليدفشك لقدام للتطور، مثل ما عم بيستعمل اللبنان بلبنان التاريخ، ولا يحبسك ليجمدك ولا يحطك بصراع مع الآخر. فعم بقتل التاريخ لبنان، السردية التاريخية عم بتقتل التاريخ. لا، إلهام، تطور، وتحرر، هيك شي بيحرر التاريخ. هوبلي فينا نحرر بقى أكتر العالم. شكرك. شكرا لكم. ميرسي. بفتكر في كتير ناس رح يطلبوا منا حلقة تانية أكيد. ننجنج عن ذكر صفحة تبعيتها على إنستغرام، اسمها Heritage and Roots على إنستغرام، على فيسبوك، وعلى يوتيوب. وقريبا بودكاست Heritage and Roots ليصير في هيك Heritage and Roots. ميرسي كتير. ميرسي لألكم. ميرسي لألكم.